السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشرف بتقديم أستاذنا الدكتور أكرم حسن، هو أستاذ إدارة الأعمال ومشاريع المركز القومي في مصر، وحصل على الماجستير إدارة الأعمال من الولايات المتحدة، ودكتوراه في الهندسة من جامعة عين شمس، وعضو معهد إدارة المشاريع، وعضو معهد الدولي لتحليل الأعمال، وزمالة في التحكيم الدولي، وشهادة اعتماد في التطوير المؤسسي والمحافظ والبرامج والمشاريع. وأحد المراجعين الرئيسيين لدليل إدارة المخاطر الإصدار الأخير، هو أفضل واحد يكلمنا عن إدارة المخاطر المؤسسية. فجزاكم الله كل خير يا دكتور، واتفضل. هل حضرتك هتعمل شير سكرين؟ ايوه اكيد ان شاء الله. شكرا دكتور، ألف شكر دكتور. الله يبارك لك ويحفظك يا رب. السلام عليكم شباب، يا رب تكونوا بخير وان شاء الله تكون امسيه طيبه، ونحاول فيها ان احنا ان شاء الله نتعرف على ايه هي اداره المخاطر، وليه احنا قلنا البعد الجديد اللي الناس بتحكي عنه النهارده انها هتكون مؤسسيه. هنحاول الامر ده ان شاء الله، ونحاول نشوف ازاي نقدر نعمل المتابعه والادراك لماهيه الامر، وبشكل ان شاء الله هيكون بسيط خالص ويكون قريب حتى الناس اللي هي ان شاء الله بتكون ليها يعني اول مره تتعرض للنوع ده من المعلومات، هتلاقي ان شاء الله فرصه انها تفهمه وتقدر ان هي تحط تصور واضح ازاي نقدر نعمل اداره المخاطر المؤسسيه. هنبدا ان شاء الله باذن الله بشكل بسيط ان احنا نتكلم. بدايه لما نيجي نتكلم عن موضوع زي المخاطر المؤسسيه، موضوع قد يكون ظاهره معقد شويه، بنبدا نتكلم عن قصه. القصه دي ببساطه بتحاول انها تقرب لنا الفكره، ومنها نقدر ندخل بعمق ونتفهم ايه طبيعه اداره المخاطر المؤسسيه. القصه دي كانت في سنه 80، شركه مشهوره جدا عالميه اسمها جونسون اند جونسون. الشركه دي حصل لها موقف غريب شويه. حصل لها ان في واحد من الناس اللي كانوا بيشتغلوا معاهم عمل نوع من انواع التلاعب، واضاف بعض مواد سامه في ادويه، تركيبه ادويه هم بيوزعوها. وبعد توزيع الادويه دي ايه اللي حصل؟ اللي حصلت مشكله كبيره جدا، ان كان في احتماليه ان ناس كتير تموت. لو تفتكروا زمان كده كان في فيلم مصري يقول لك الدواء فيه سم قاتل، فاكرين انتوا الفيلم ده؟ فكانوا دايما يروحوا كده وصلوا لمرحله ان هم بداوا يتكلموا في المذياع مثلا ويقول والله ده خد بالك الدواء فيه سم قاتل، الدواء فيه سم قاتل. هو ده اللي كان اتحل بالظبط، الكيس دي كانت موجوده. طب يعملوا ايه في التصرفات او الاوضاع اللي زي كده؟ الناس بتختبر، بتختبر بمعنى هل هو عنده فعلا اداره جيده للمخاطر والازمات اللي ممكن يمر بيها، ولا هو شخص متلاعب. هما بصراحه كان عندهم الامانه الكافيه ان هم خرجوا للناس وخرجوا للمجتمع وبداوا يحكوا عن المشكله، قالوا حصل عندنا كذا وفي احتماليه ان يحصل اصابه او مشكله لاي شخص ياخد الادويه دي، فبناء عليها احنا هنقوم بسحب سريع للادويه دي من كل الاماكن اللي هي المستودعات او اماكن التوزيع، او حتى لو وصلت لبعض الاشخاص هم هيسحبوا منهم الادويه دي ويعوضوهم سواء بالسعر، او لو حصل اي مضاعفات لشخص هم هيتحملوا كل التبعات نتيجه الموضوع ده. خطر، وتعاملوا بريسبونس معين. الخطر كان ممكن يتمادى وتحصل كارثه لو الناس ماتت بالفعل. وانتم عارفين الناس ان في العالم اللي هو الغربي ما اللي حصل لكن السلام عليكم دكتور، بعد اذنك مفيش صوت وشير سكرين اتلغى، شير سكرين اتلغى ومفيش صوت.
اول رايت ادي رقم واحد. ادي تاني حاجه بتقول ان الشير سكرين شير سكرين اتلغى، حاجه غريبه جدا. اوكي خلينا نرجع تاني. طيب الصوت اختفى من اول امتى؟ طيب ولا من البدايه خالص؟ لا لا تقريبا مثلا من دقيقه بس، دقيقه واحده. طيب اوكي على العموم انت خليك معايا لو حصلت اي حاجه من النوع ده، وانا ان شاء الله بقى ايه هتابع يعني معك. اوكي طب نرجع تاني يا شباب، نحاول ان احنا ايه نستكمل اللي بدأناه. فنرجع تاني مع جونسون اند جونسون، دول كاستوري حصل الموضوع ده، وده كان خطر زي ما قلنا قد يؤدي الكارثه. ودايما احنا بنفرق ما بين الخطر وما بين الحدث الايفنت، يعني حاجه حصلت او ان بقى ايشيو او بقى كرايزيس او بقى ديزاستر، بنفرق احنا بين الحاجات دي، لان دايما الريسك هو بروبابيلتي، في احتماليه تحصل او ما تحصلش. وكان في احتماليه ان ناس تموت نتيجه الدواء السام ده، ولكن الناس قدرت بسرعه انها تتحرك وقدرت انها ترجع تاني المجموعه الادويه دي. واللي حصل ايه بقى؟ ده احنا بنسميه ريبوتيشن ريسك، يعني ريسك جاي بيتعلق بسمعه الشركه. خدوا بالكم بقى عشان ده هيدخلنا على الفكره اللي احنا بنقول عليها اللي هي مساله انتربرايز، ان هو ممكن خطر يخش يهد كل حاجه، يهد الاورجنايزيشن ويهد تحتيها البورتفوليو ويهد البروجرام ويهد البروجكت، يهد كل المبنى. ليه؟ لان ده بيتعلق بسمعتهم، يعملوا شات داون يعني بشكل مباشر. فلذلك احنا ما بنقول الانتربرايز ريسك، يعني بنتكلم على ريسك متكامل بيأثر على كل مكونات المؤسسة من البداية وحتى النهاية. فنرجع تاني لجونسون اند جونسون، دول زي ما قلنا نجحوا وقدروا بسرعة ان هم يسحبوا الأدوية اللي كان فيها عملية السم ده، وقدروا ان هم يعملوا ريكفر بسرعة. ايه الحاجة اللي حصلت؟ ايه النتيجة؟ النتيجة نتيجة ان هم كانوا اونست واوبن مع الناس 100%، يعني ما خبوش اي حاجة. كانت النتيجة ايه؟ ان قدروا يعملوا ريكفري بسرعة جدا للشير فاليو بتاعتهم اللي كانت موجودة في السوق، حجم المشاركة اللي كانوا في السوق في فترة وجيزة في اشهر، قدروا يرجعوا بسرعة ورجعوا تاني ل 100% للي كانوا عليه قبل. ده مثال خليه في ذهنكم كده. يبقى سنة 80، يعني بنتكلم من 40 سنة، ناس كانوا بيديروا المخاطر وبيديروها على مستوى مؤثر، حافظوا على سمعتهم، ونتيجه ان هم عملوا كده قدروا يستمروا. حتى الان تشوف جونسون اند جونسون دي لما تيجي تدخل على الموقع بتاعهم هتلاقي فيه عندهم موديول خاص فقط بالانتربرايز ريسك مانجمنت. خلاص هم اتعلموا، عملوا ليسنز ليرنينج وفهموا الوضع وبداوا يتحركوا بناء على الادراك بتاعهم لمدى خطوره المخاطر اللي بتكون على مستوى الاورجنايزيشن، واللي هم لازم يدروها على مستوى متكامل بحيث ان هو يكون في النهايه في انتجريتي التكامل في اداره المخاطر. طيب ده مثال القصه، يعني يا ريت بس ما تنسوهاش لان القصه مهمه جدا. ان الشركه قد تكون كذا، قد تعرض لمواقف زي كده خاصه في الازمه اللي احنا فيها بتاعه كورونا، وصدمات كتيره هتأثر على سمعتك. فبي اونست يعني خلاص، يعني هيحصل ايه يعني اي حاجه هتخسرها سهله، لكن ما تخسرش سمعتك، ما تخسرش مصداقيتك، ما تخسرش ثقه الناس فيك. كويس؟ لان ده انا بعتبره من المخاطر اللي نتيجتها ان ممكن يحصل زي ما قلنا شوت داون، الدنيا تروح كلها خالص. طب تعالى نبص نشوف مثال ثاني. المثال ده 2020، يعني بعد 40 سنه، في احد اللي بنسميها المجموعات المصرفيه والماليه اللي على مستوى العالم ليها تواجد اسمها واير كارد. طيب دول ايه قصتهم؟ قصتهم ببساطه خالص ان قرروا في وقت ما يحصل نوع من الفرود ريسك، اللي هي مساله اللي بيسموها التلاعب. واحد من الناس اللي كانوا ماسكين بدا يتلاعب، اللي هو الرئيس التنفيذي بتاع الجروب، وبدا يعمل بعض الصفقات مشبوهه. والصفقات دي امتدت، كانت في بعض الدول عندنا، وبعد كده بدات امتدت تبقى في الفلبين، وامتدت من الفلبين بقت فيها مداخلات مع الصين، والموضوع عمال بايه بيتوسع حتى الان يعني. وطبعا هي شركه البيز بتاعها في المانيا، وانتم عارفين بشكل عام المانيا ليها سمعه جيده في العالم بشكل عام، يعني سواء كمنتج او كقطاع مصرفي. لكن ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المجموعه دي بدا يحصل كشف عن الاخطاء بتاعتهم عند طريق اي اند واي، شركه يعني هي المفروض كانت من الجهه الحكومه الالمانيه بتبدا انها تعمل عمليات مراجعات، وقالت ان في 2015 في احتماليه يكون في بعض الاختلاسات. لكن ايه اللي حصل؟ بداوا يخبوا الموضوع،
وما يعرفوش حد بيه. مش بس كده، بداوا يجيبوا كمان شركه اللي هي كي بي ام جي انها تدافع عنهم زي المحامي كده بالظبط، يعني محامي مالي بيبدا ان هو يدافع عنهم ان احنا بنعمل كذا وان احنا ادائنا كذا واشتغلنا بالطريقه الفلانيه، وان فكره ان في عمليات زي ما يسموها اختلاس او سرقه، لا دي ما حصلتش، واحنا وضعنا المالي رائع ومفيش اي اختفاء لاي اموال من الايه، من الموجود عندنا. فضل الموضوع من 2015 ل 2020 عاملين يخبوا بشكل او باخر، لغايه ما بدات التحقيقات تتطور شويه، وبدات الحكومه الالمانيه نفسها تتدخل، وبدات تتواصل مع مجموعه حكومات تانية موجوده في العالم، وبداوا فعلا يكتشفوا ان في اكتر من 2 مليار يورو مختفين مش موجودين، كاش كاش اختفى 2 مليار يورو، راحوا فين؟ محدش عارف يجاوب. ايه اللي حصل؟ ان الناس دي ما كانتش اونست، كانت نسبه ان الافصاح عندهم كانت صفر. 5 سنين عمالين يهربوا ويخبوا. طب ايه النتيجه يا شباب؟ النتيجه ان حصل لها فيلير بنسبه 97%. يعني ايه فيلير بنسبه 97%؟ فيلير بنسبه 97% ببساطه خالص، لو انتم شايفين الكيرف اللي موجود قدامي هو اللي بيعبر عن ايه موقفها كسهم، لان هي كل الشركات الجروب المالي دي بيبقى ليها اسهم في البورصه، والسهم بتاعها بدا يحصل له هبوط مفاجئ، انهيار يعني، انهيار لدرجه ان الناس بداوا يتعاملوا مع السهم بالماينس، ان هم عارضينه للبيع ومحدش عايز يشتري، متخيلين؟ فما يكون زي ما يسموها جروب ويكون بس الكاش اللي اختفى 2 مليار يورو، يعني هم كان اصل اصولهم قد ايه؟ التقدير المبدئي قبل ما تحصل الازمه دي كانت اصولهم بتتجاوز ال 200 مليار يورو. بعد ما حصلت الازمه دي وصلت لحوالي 15 مليار يورو، والناس رافضه انها تشتري. لذلك الناس اتعاملت معها لانها بالماينس. انهيار، انهيار كامل يعني. طبعا هي عملت بانكربت، اعلنت افلاسها، وبداوا قبضوا على الرئيس التنفيذي، ودلوقتي عمالين يطوروا الموضوع، قبضوا كمان على اشخاص تانية موجوده حوالين العالم اللي كانوا اشتغلوا معاهم في فكره غسيل الاموال دي او الاحتيال. خلوها في الذاكره، 2020 واير كارد زي جونسون اند جونسون في الثمانينات، اما نجحت وقدرت تحافظ وقدرت تتعامل مع الريسك ده اللي هو يتعلق بسمعتها، الجانب الثاني لما كان في ريسك يتعلق بالاختلاس وبداوا ان هم يختفوا ويعملوا ان هم مش واخدين بالهم ويحاولوا ان هم يحتالوا على الناس، كانت النتيجه الانهيار كامل، فقط كل حاجه. دي دروس احنا محتاجين نتعلمها، ان لازم حد يكون باصص على المؤسسه بتاعتي وشايف فين المخاطر اللي موجوده وبيديني انذار، ولازم انا كمان يكون في عندي ريسبونس، اخد الكلام ده وابدا اشوف هعمل ايه، واكون عندي شفافيه وعندي مصداقيه، وافتح واتكلم مع الناس بشكل واضح وصريح، انا عندي الوضع فيه مشاكل 1 2 3، رجاء ان انتوا ساعدوني وقفوا معايا. الموضوع بسيط خالص، لازم يكون في كوميتمنت، لازم يكون في تراست، والا مش هننجح. ده اللي احنا بنعاني منه النهارده. بعض الجهات حصل عندها اصابات وما اعلنتش عنها، وبدا العالم يخش من ازمه وتتطور تبقى كارثه في بعض الدول، وكانت النتيجه خلاص انهيار، هو اصبح اول المتضررين. فالهدف من القصتين ان انتوا تستعملوا مقارنه ونعرف قد ايه موضوع الاهتمام بقصه المخاطر على المستوى المؤسسي مؤثر جدا. قد نكون بناخد الاعتبار في المشاريع بتاعتنا مخاطر، قد نكون بناخد اعتبار في البرامج بتاعتنا، قد يكون بناخد اعتبار في المحافظ حتى وان كان ده ناس قليله يعني بتعمل كده، لكن لازم ناخد كمان على المستوى المؤسسي، على اعتبار ان ممكن زي ما قلنا تيجي لنا خبطه في مكان احنا مش متوقعينه ومش جاهزين ليه، فلازم نتعامل معاه. طيب نرجع بقى للموضوع بتاعنا اللي هو الانتربرايز ريسك مانجمنت، ايه الهدف اصلا؟ في عندنا جايد يعتبر ده هو اللي بيسموه لاست اديشن، اخر حاجه عاملينها في موضوع الريسك مانجمنت، وابتدينا نغير الموضوع شويه. كان في الاول كنا بنتكلم بس على البروجكت، النهارده ابتدينا لا، بنتكلم على البروجكت، بنتكلم على البروجرام، بنتكلم على البورتفوليو، وكمان اضفنا شابتر بيتكلم على الانتربرايز.
زي ما قلنا ان هو ازاي نقدر نعمل تكامل في الموضوع. وبداوا يحكوا يقولوا طب ايه الهدف؟ انتوا ليه دخلتوا في الانتربرايز ريسك مانجمنت؟ قالوا عشان نعمل حاجتين، اما نعمل كرييشن او بروتكشن. اما ان انا في فرصه عايز احصلها، قيمه عايز احصلها، او ان انا احمي القيمه بتاعتي. زي ما شفنا كده جونسون اند جونسون حموا نفسهم، بينما على الجانب الاخر الواير كارد ضيعوا نفسهم. فده ده الهدف ببساطه. يبقى لما يجي حد يقول لي انت ليه رايح تتعلم او تفهم او تتعامل مع الانتربرايز ريسك مانجمنت، بقول له سبب بسيط، اما عندي فاليو عايز احصلها او عندي فاليو عايز احميها. طب اللي ما عندوش حاجه خلاص يعني مش محتاج يعني، لكن اللي حاسس بقيمه ما يملك يبقى لازم يحافظ عليه ويدافع عنه. طيب هنعمل ازاي الموضوع ده؟ قالوا ببساطه خالص ان احنا لازم نبدا نشوف ايه هي البيست براكتس في الانتربرايز ريسك مانجمنت. فبداوا يبحثوا لقوا البيست براكتس محدوده جدا. ليه؟ لان قليل جدا من الناس على مستوى العالم اللي بيهتموا بالموضوع. فلغايه دلوقتي مفيش اللي بيسموها المعلومات الكافيه اللي يقدر بيها يوصلها لمرحله النولج عشان يقدر يعلمها للناس. لان احنا بنبدا بالاول بداتا، والداتا بنحولها لانفورميشن، والانفورميشن دي بنبدا نجمعها وبالتكرار بنبدا نحولها لنولج. وبعد كده ما بتوصل لمرحله النولج بنبدا نحكيها للناس. فلقوا الموضوع لسه محتاج جهد، محتاج ناس تبدا تفكر في الموضوع وتبذل جهد. لذلك الناس اللي هم زملاء مثلا معانا النهارده اللي ليه اهتمامات بحثيه، لا يبدا يشتغل في الموضوع. الموضوع لسه فيه باع كبير جدا ومطلوب ان الناس تشتغل عليه. والناس اللي بتشتغل براكتيكال على الارض لازم تبدا تشوفه بشكل مختلف، لان بعد الازمه بتاعت كورونا دي اظن الناس كلها هتفكر بطريقه مختلفه يعني. وهيكون الناس اللي شغاله في الريسك مانجمنت في الكرايسيس مانجمنت هيبقى ليهم فاليو كبيره يعني. بينما في وقت اخر كان الناس تقول لك الامور ماشيه انا مش محتاج. لا، الامور النهارده مش ماشيه، النهارده واقفه. فلازم يفكر تاني ويعيد التفكير. النهارده يا شباب الانكماش وصل لاكثر من 25% على مستوى التجاره العالميه. فالدنيا بتقع. بنوك كتير جدا بتعلن افلاسها، شركات طيران بتعلن افلاسها. الناس الكبار المستثمرين في العالم بتبيع الاسهم بتاعتها. فلا، في ازمه حقيقيه. فلازم الناس تفكر بطريقه مختلفه، ازاي تتعامل مع الامر ده. فنمشي خطوه، لكن زي ما قلنا ركز قوي عندي انا ليه دخلت انتربرايز ريسك مانجمنت؟ عشان عندي فاليو، اما عايز احافظ عليها او عايز احصلها. طب انا عايز اتعلم اكتر عن انتربرايز. للاسف اللي في ايدينا امور مش كبيره، مش كتيره. ليه؟ زي ما قلنا ان الخبره في الموضوع قليله، لسه محتاجين جهد عشان نبدا نطور الموضوع. طيب احنا هنتكلم على ايه النهارده؟ هنتكلم ان شاء الله عن 5 نقاط بشكل سريع وبسيط زي ما احنا ماشيين كده. قصه وحكايه ونبدا نحاول نتفهمها ونفهم الامباكت بتاعها ونبدا نقول يلا نمشي خطوه قدام. هنتكلم ان شاء الله بدايه عن انتربرايز ريسك مانجمنت. هنبدا نقول ازاي بنعرفه، هنعرف ازاي بنتنبا بيه هيحصل ازاي والامباكت بتاعه هيكون قد ايه. هنتكلم على ازاي نعمل ريسبوند، ازاي نرد وازاي يكون في استجابه سريعه للتعامل معاه. هنبدا نتكلم في النهايه ان ايه هو الماتيوريتي موديل. انت نقول ان الشركه دي او الجهه دي او المنظمه دي هي ماتيور، ناضجه نضج كافي انها نقول اوكي اشتغلي وانت كده في امان، لان انت بتديري المخاطر المؤسسيه بشكل جيد او بشكل في نضج. فدي تقريبا المراحل احنا هنمر ايه فيها. طبعا احنا عندنا كريفرنس عشان الناس برضو ما تقولش احنا هنجيب منين، احنا عندنا ريفرنس في حد تشوف زي ما شفنا من شويه، عندنا الجايد اللي هو عاملاه الدي ام اي، بعد كده عندنا حاجات برضه تتعلق بالايزو، وفي اكتر من جهه على مستوى العالم برضه بتشتغل في موضوع انتربرايز ريسك مانجمنت. هنتعرض ليها واحنا بنتحرك. هنبقى دايما نشير كده في نهايه الصفحه للمرجع اللي احنا جبنا منه المعلومه او ان احنا بنحاول ان احنا نفهم منه المحتوى. اوكي جاهزين يا شباب؟ 5 نقط عايزكم بس ان انتوا كل واحد منكم قاعد، اما يرجع ظهره او عايز يجيب مثلا جنبه حاجه مشروب يشربه، يعني دي ريلاكس يعني خدوا راحتكم. واحنا الحمد لله بنعتبر دي وان كانت هي معاناه ان احنا مش شايفين بعض، والواحد طبعا كان يتمنى يشوفكم ويتكلم معاكم، لكن انا بعتبرها جانب ايجابي تاني ان هو كل واحد منكم قاعد على ايه باريحيه شويه، وعامل ايه ميوت للفيديو وقاعد بيستمتع وبيحاول ان هو ايه ياخد معلومه جديده بشيء من الايه من الاريحيه. فاتمنى ان شاء الله تكون الامور كلها بالنسبه لكم براحه، وتكونوا كلكم ان شاء الله في سعاده، وما يكونش في اي ايه اي حاجه بتؤرقكم ولا بتؤلمكم. لان اللي انا شفته والله ان الحل في اللي احنا فيه النهارده ان بيريلاكس يعني، خليك هادي
وان شاء الله الامور هتعدي، واللي جاي ان شاء الله احسن من اللي فات، وانك انت حاول تتعامل مع الناس برفق على قد ما تقدر. وزي ما انا بقول للشباب كلهم، ان لو معاك 1000 ريال، 1000 درهم، 1000 جنيه، احتفظ ب 500 ليك انت واولادك، و500 كمل بيهم شغلك. لان في ناس تانية عايزه تعيش، وممكن ال50 وال5 هم محتاجينها. فما توقفش عجله الاقتصاد، حاول انت ادخل حتى ولو ب 50%، واحتفظ ب 50 تانية سيفنج، محدش هيقول لك حاجه، بس كمل بال50%، عشان احنا كلنا على مستوى العالم محتاجين الاقتصاد يتحرك كويس، لان الكارثه الاقتصاديه تداعياتها اعلى بكتير جدا من الكارثه الصحيه اللي احنا بنمر بيها النهارده. نكمل. طيب عايزين احنا نشوف ايه هو اول نقطه اللي احنا حكينا عليها، اللي هي الانتربرايز ريسك مانجمنت ده. طيب عشان نتكلم عن انتربرايز ريسك مانجمنت، في اكيد ناس مننا كان عندها معلومات سابقه عن الموضوع، وعارفه حاجه عن موضوع الترديشنال ريسك مانجمنت، اللي هو الحاجه الطبيعيه اللي احنا كلنا كنا بنشتغل بيها، وعايز يعرف ايه الفرق، يعني ايه الجديد يعني. يعني انت ليه النهارده جاي تقول لنا انتربرايز؟ اتفضل. دكتور حضرتك اللي ظهر عندنا شريحة رقم 3، هل دي اللي حضرتك مشيرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع تاني. انا دلوقتي شغال على تراديشنال ريسك مانجمنت فيرس انتربرايز ريسك مانجمنت، صح كده؟ هو اللي ظهر عندي اللي هي الشريحة رقم 3 اللي هي 2020، مش معمول فول سكرين للباوربوينت. مش معمول فور سكرين الباوربوينت، حاجه غريبه. طيب اوكي خلاص، خلينا نعمل محاوله تانيه تمام، كده. دلوقتي ايه اللي واضح عندك؟ ظهر معايا اول شريحه اللي هي 01 بس مش معمول شير سكرين ايوه. برضه. مش معمول شير سكرين. لا ده هو هنا مكتوب ان مش اقل معمول شيء عامل فول ستوب. سكرين، مش معمول فول سكرين. مش معمول فول سكرين. اوكي ماشي كده، دي اوكي. طيب خلاص كده بقى معمول فول سكرين، صح؟ تمام يا دكتور. جميل. انقل بقى للي بعديها، دي الشريحه اللي انا بحكي عنها كده، واضحه؟ واضح يا دكتور. تمام يا دكتور. جميل خالص، تمام. اولا شكرا على المتابعه، لكن انا بصراحه مش عارف ايه هو السبب، بس احنا ايه هنحاول قدر المستطاع ان لو في اي حاجه نعالجها بشكل سريع. وهو ده برضو من ايه، من الريسبونس اللي بتاع اداره الريسك، يعني كل شويه تظهر لنا مخاطر وبعد كده تحصل تبقى ايشيو ونحاول ان احنا نتعامل معاها. جميل. فنعتبرها كانها جزء من الفن بتاع الايه، بتاع الكورس او السيشن اللي احنا بنديه. المهم نرجع تاني، ان في عندنا تراديشنال وعندنا انتربرايز. طيب ايه الفرق؟ التراديشنال يا شباب عندنا بيكون دايما على مستوى التكتيكال التنفيذي، بينما لما نيجي نتكلم عن انتربرايز بيكون دايما على مستوى الاستراتيجي. بنقعد مع الناس اللي هم بيسموهم التوب مانجمنت، مع البورد يعني، مع السي او واصدقائه، نطلع نقعد فوق. يبقى لما نيجي نتكلم عن انتربرايز ما بننزلش تحت على مستوى المشروع والبرنامج، لا نطلع فوق ونقعد مع التوب مانجمنت او اصحاب القرار. فده اول فرق ما بين الريسك مانجمنت وما بنتكلم على انتربرايز ريسك مانجمنت. طب ايه الفرق الثاني؟ ان دايما الريسك مانجمنت هو رياكتيف. يعني ايه رياكتيف؟ يعني هو بينزل ويبدا يستنى لما في مشروع يبدا عشان يبدا يحط له خطه ازاي هنتعامل مع المخاطر. لكن بالنسبه للانتربرايز ده ما بيحصلش، ما بننتظرش حاجه تبدا. انتربرايز موجوده يعني معناها فيها مخاطر، يعني معناها لازم نشتغل، فلازم نشتغل برو اكتيف استباقي، يعني ما نستناش حاجه تبدا، لا انا في وضعي النهارده في اللحظه دي محتاج اعرف في ايه. ايه هي مؤشرات اللي بتقول ان ممكن مخاطر معينه تحصل لي، وازاي انا اقدر اعمل لها ريسبونس. النقطه الاخرى برضو ان دايما الريسك مانجمنت معناه التراديشنال او التقليدي كان بيهتم بيعمل بروسيس خاصه بيه هو، بالايقونه اللي بيشتغل عليها، بالكومبوننت اللي بيشتغل عليه. لو بيشتغل على مستوى مشروع يعمل ريسك للمشروع، لو اشتغل على مستوى برنامج يعمل ريسك للبرنامج، لو اشتغل بورتفوليو يعمل ريسك للبورتفوليو. لكن الفكر في الانتربرايز ريسك مانجمنت مختلف تماما، هو انتجريتد، هو بيشتغل على المؤسسه كلها من فوق لتحت. يعني لما جينا نشتغل في انتربرايز ريسك مانجمنت مع ارامكو، انا شغال دلوقتي حاليا مع ارامكو كمستشار في اداره المخاطر، لما نيجي نعمل معاهم حاجه كمثلا كورك شوب او فاسيلتي او كلام زي كده، ورك شوب، بنبدا نحكي في الكلام دوت، ان ارامكو برغم حجمها دي وهي اكبر انتيتي في العالم، الا انها لو حصلت مشكله بسيطه جدا على مستوى معملي او في مختبر من المختبرات ممكن تاثر على اسهم ارامكو في العالم كله. فالموضوع مختلف، هو انتجريتد، موضوع متكامل. اي مشكله، اي زي ما بيسموه كده الم في مكان، هو بيسمع فيه الجسد كله. هو دي الفكره بتاعت الانتربرايز، اي حاجه اي شكوى في مكان هتسمع في الجسم كله، فلازم الجسم يشتكي ليه، يعني لازم الجسم يتحرك بسرعه يدي ريسبونس.
هو ده معنى الانتربرايز ريسك مانجمنت. اوكي طيب ايه تاني الفروق اللي هو بيعتبروه ان هو مش مرتبط بالديسيجن ميكرز، لان الناس اللي فوق ما بتسمعش ابدا على المخاطر اللي موجوده في المشاريع، ما بتسمعش عنها تماما. احيانا كمان ما بتسمعش حتى عن المخاطر اللي بتحصل في البورتفوليو. يعني لو الراجل اللي ماسك البورتفوليو بيخبي زي ما شفنا كده في الموضوع الجروب بتاع الوير كارد ده، خلاص ما حدش هيعرف بيه، يعني البورد مش هتعرف حاجه ولا تعرف ايه اللي بيحصل. بينما الانتربرايز ريسك مانجمنت لا، ده لينكد ديسيجن ميكر، هو معمول عشانهم. يعني احنا بنروح نقعد معاهم، عندنا كرسي في مجلس الاداره، كرسي خاص بالانتربرايز ريسك مانجمنت، على اعتبار لما بتيجي في احتماليه ان مصيبه تحصل تعالوا قولوا لنا نعمل ايه، الموضوع خطر، لازم تحطوا لنا شويه خطط كريسبونس نقدر نتعامل بيها لو المخاطر دي حصلت، حطوا لنا بلان ايه وبي، واحيانا بنعمل كمان بلان سي لو الموضوع يعني مور كريتيكال يعني. اوكي فسو لازم ان احنا زي ما قلنا نتخيل الفرق ما بين واحد وما بين اثنين، ليه احنا رحنا في الاتجاه ده. نقطه كمان المهمه جدا واللي عايزكم تفكروا فيها كتير، ان دايما الريسك مرتبط بمجموعه من الرولز، نقول للناس خدوا بالكم من كذا، اعملوا كذا، التزموا بكذا، ما تعملوش كذا، اقرب ما يكون من جراوند رول بنتفق عليها. بينما في الموضوع بتاع الانتربرايز ده مرتبط بالكالتشر. هل الناس اللي موجوده عندها خوف على المكان اللي هي فيه كمكان عمل؟ هل هي عندها خوف على بلدها؟ هل هي عندها خوف على العالم؟ هو ده. هل عندها الشعور ده؟ عندها الشعور بالولاء اللي هو بيحول ده لإدراك سريع للخطر فتبدأ تتحرك وتقول خدوا بالكم يا شباب ده في خطر، تعالوا بسرعة نحاول إن احنا ازاي نتعامل معاه. هل الروح دي موجودة؟ هو ده، هي دي. لو الريسك كالتشر دي موجودة، لو احنا فعلا خايفين على بعض، أكيد إن هيكون عندنا ريسبونس سريع، واكيد هنتعامل بشكل في حاجه كده كنت شغاله في امريكا اسمها واتش جروب. ايه واتش جروب دي يا شباب؟ بنجيب الناس المتقاعدين في كل حي من الاحياء، نجيب المتقاعدين ونقول لهم انتوا الواتش جروب. تعمل ايه الواتش جروب دي؟ تنزل وتبص لو لقيت في اي واحد بياخد مخدرات، في واحده بتتعرض للتحرش، في اي مشاكل منه، في حد بيحاول يسرق محل، اي كلام زي كده، بتبلغ على طول الايه الجهه المسؤوله. الواتش جروب دي احنا ما بندفعلهاش فلوس يا شباب، دي فولنتيرز يعملوا كده من نفسهم، واي ما بيحسوا بحاجه بيبداوا يحكوا على طول. الناس دي بتعمل كده ليه؟ هي عندها، هي بتحب المكان اللي هي فيه، هي عايزه تحافظ على بلدها، فبناء عليها ما بتحبش ان حد يخربها باي سوء مصدر تخريب او اعرضها لاي مشكله من المشاكل. فسو لازم يكون ده موجود. فعلى قد ما بيرتفع الوعي ويكون عندنا الريسك كالتشر دي، على قد ما هنقدر ان احنا نساند وندعم الانتربرايز ريسك مانجمنت، وعلى قد ده ما بيغيب على قد ما مش هنقدر ندعمه. ازاي بنقول ايه؟ احنا التطبيقات بتاعته محدوده جدا. خد بالك الناس لما بتقول تطبيقاته محدوده مش بتتكلم على الاكلاشي العنوان، في ناس كتيره حاطه العنوان ده، لكن ناس محدوده هي اللي بتطبقه حرفيا، بتطبقه فعلا بحيث انها تحصل الفوائد اللي هتنجم منه، دول ناس محدودين. طيب في حاجه برضو من الحاجات اللي هي بتميز الانتربرايز ريسك مانجمنت، ان هو بيكون فيه وظيفه جديده، في رول جديد كده. يعني نحب يخش معانا في انتربرايز ريسك مانجمنت يجهز نفسه عشان يبقى الرول دوت. الرول ده اسمه ايه؟ شيف ريسك اوفيسر، سي ار او. ده واحد زي سي او كده، زي سي اف او، واحد وظيفته انه بس مسؤول على الانتربرايز ريسك مانجمنت، وبيكون معانا في مجلس الاداره، يقعد ويحكي ونساله ويبدا ينسق معانا ويبدا يتكلم مع كل الليفل اللي موجوده داخل منظومه العمل، من اول زي ما قلنا فوق خالص على مستوى الاستراتيجي، بعد كده على مستوى البورتفوليو، على مستوى البروجرام، على مستوى البروجكت، وحتى لو في عمليات عندنا بنعملها كاوبريشن برضه بيدخل فيها، لان زي ما قلنا هو بيدير الموضوع ككل. الموضوعات مهمه قوي ان هي تخش مثلا على النت بعد ما نخلص وتكتب كده شيف ريسك اوفيسر وشوف السالري بتاعته كام عشان تعرف ايه قيمه الايه الموضوع ده. طيب خلينا نقرب شويه. واحد يقول لك ماشي يا عم انت بتقول لي كلام جميل قوي، يعني ايه ريسك كالتشر يعني؟ يعني نروح نقول مثلا يا جماعه خدوا في مشكله في الحته الفلانيه، ماشي ده جزء من المطلوب، لكن لو عايز تعرف البيست براكتس بتحكي ازاي عن الريسك كالتشر تعال نقرب ونشوف. اول حاجه ما يقولوا ان في المنطقه دي فيها ريسك كالتشر بتظهر فيها مجموعه من المعالم كده زي سما كده، وبتظهر فيها مجموعه من النجوم،
تعال نشوف النجم الاول بيقول ايه. النجم الاول بيقول لك individual commitment و responsibility اللي انا قلت لكم عليه. كل واحد داخل المنظومه كل واحد عنده شعور بالمسؤوليه وعنده التزام تجاه الجهه اللي بيعمل معاها. التزام، هو ملتزم بالموضوع. فلازم ده اكيد لو هو عنده الشعور ده هيبقى ده هيساعدنا ان احنا يكون عندنا ثقافه ادراك المخاطر والتعامل معها. رقم واحد عليك انت individual، مش مطلوبه بقى من التوب مانجمنت ولا مطلوبه من البورد ولا مطلوبه من سي ار او ولا سي اف او ولا سي او، مش مطلوبه من دول، مطلوبه منك انت. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون عندنا اوفيس بوي لكن الراجل ده عنده قدره على ادراك المخاطر، فحس بحاجه مريبه شويه راح اتصل علينا، تعالى يا باشمهندس ده في حد بيحاول يدخل الموقع، تعالى يا باشمهندس ده في واحد بيحاول ان هو يطلع في الدور الفلاني اللي الشركه حاطه فيه المخازن، تعالى يا باشمهندس ده في واحد من الزملاء عندنا وقع في مشكله ووقع والناس متلميه عليه وعايزين له الاسعاف سريعا. هم دول اللي احنا بندور عليه، هم دول، هم دول اللي بيدونا كوميتمنت وبيتحملوا مسؤوليه انا محتاجهم، لان هم دول اللي انا هقدر اكمل بيهم يا شباب، وبدونهم يبقى ما فيش وجود للكالتشر دي، مش موجود. طيب تعالى نشوف النجم رقم اثنين اللي هيظهر عندنا، بيقول ايه؟ ريكوجنايز للفاليو بتاعت الريسك مانجمنت، يعني الناس تكون فاهمه يعني ايه ريسك مانجمنت وعارفه ان الموضوع ليه قيمه. الوقايه خير من علاج، كلنا بنقول كده، الوقايه يعني ريسك مانجمنت. طب العلاج، العلاج بقى حط بقى ايشيو مانجمنت، كرايزيس مانجمنت، ديزاستر مانجمنت، ريزيلينس مانجمنت، حط زي ما انت عايز. انزل بقى تحت بعد ما المصايب حصلت خلاص وعايزين نخرج منها، فتكون الناس فاهمه يعني ايه ان حاجه انا خايف منها اقربها له، او حاجه فرصه ممكن احصلها، ويبدا يشاور لك عليها ويقول لك يلا تعالى احنا ممكن نساعد فيها. فده بعد تاني. طب النجم رقم ثلاثه بيقول لك اورجنايزيشنال كوميتمنت. اه ما هي دي برضه نقطه مهمه، يعني ما انت ما تقعدش بقى تقول الناس لازم تبقى كويسه والناس حاسه بالخطر والناس تساعدنا لو في مشكله وانت يعني نايم في العسل يا عمي، وانت اللي فوق. المفروض الكوميتمنت يكون منك انت الاول. يبقى لازم ناخد كوميتمنت من البورد ان لو احنا فعلا رفعنا لها وقلنا لها في مشكله موجوده في المؤسسه ومطلوب ناخد عليها اكشن، يحصل استجابه، يحصل ريسبونس، تهتم. ما ايه الفايده ان انا بعمل لك اسكليت وانت كده ما بتاخدش اكشن؟ احنا ما عملناش حاجه. كتير قوي من الناس اللي بتشتغل في الابحاث والتطوير بتقعد ترفع اختراعات وبراءات وخلافه، وبعد كده كل ده بيروح فين؟ زي ما انتم عارفين. طب ليه؟ ليه؟ ما انا محتاج ان انا استفيد من الكلام ده واستفيد من جهد الناس دي ونحاول ان انا اقربها مني واحاول ان انا اخد زي ما بيقولوا بالجديد وانقل نفسي. لان حتى الان ما زال في مدراء لشركات ومنظومات عمل وما زالوا عايشين تراديشنال على الاخر، يعني يعني عمره يا عمي ما فتح كتاب من ساعه ما خلص الدراسه وخد الشهاده، ما فتحش كتاب طول عمره. طب هيعرف ازاي؟ يعني تلاقيه قاعد بيكلمنا وهو خريج 30 سنه، طب ال 30 سنه دول هو ما يعرفش اي حاجه عن اي حاجه. بيحكي لنا كلام من 30 سنه. يعني عنده غياب وعي. صعب، صعب. لازم يكون في ادراك. كويس؟ ولازم تكون اب تو ديت وداي باي داي. فنرجع تاني، يبقى لازم يكون في اورجانيزيشنال كوميتمنت. لازم كمان يكون اوبن واونست كوميونيكيشن، وده احنا حكيناه خلاص في البدايه، حكينا لكم القصص وقلنا لكم لو ما فيش اوبن واونست كوميونيكيشن ايه اللي هيحصل في الناس؟ المصيبه هتوصل لغايه فين؟ خلاص دي موضوع منتهي يعني. ايه تاني بيقول لنا عليه؟ بيقول لنا الانتجريشن مع الاورجنايزيشن بروجكت مانجمنت. هو في بروجكت مانجمنت كمان حتى على مستوى الاورجنايزيشن، ايوه. وعاملين فيه جايد كمان. خدوا بالكم بقى، احنا عندنا جايد خاص بالدي ان بي، ده خاص باداره المشاريع. وخاص تاني عاملين جايد تاني على البروجرام. وعاملين واحد تالت على مستوى البورتفوليو. وعاملين كمان واحد رابع واخير وبرده انا كنت مشارك فيه مع الناس فيهم، قصه الايه؟ قصه الاورجنايزيشن، عاملين حتى على مستوى المؤسسه. بنتكلم ازاي المؤسسه موضوع اداره المشاريع وازاي تتحرك بروح اداره المشاريع. فلازم يكون في تكامل. ما يبقاش احنا بندير الجوانب الماليه على مستوى المؤسسه بطريقه وما نيجي ندير المخاطر نديرها بطريقه مختلفه. لازم يكون في تكامل. زي ما كنا بنقول كده الانتجريشن دي وظيفه نولج اريا ما ينفعش مدير المشروع يستغنى عنها. دي مسؤوليته. كذلك برضو لما بنيجي بنتكلم على موضوع الانتربرايز ريسك مانجمنت فبنقول الانتجريشن
دي وظيفة ما حدش ينفع يشتغل عنها طالما هو قاعد في مكان مجلس إدارة. لازم يبدأ ياخد من ده على مستوى الانتربرايز، ده بياخد الأمور المالية على مستوى الانتربرايز، ياخد برضو المخاطر على مستوى الانتربرايز. طيب النقطة برضو مهمة قوي اللي هو الموضوع تايلورنج. تايلورنج يعني يا شباب، يعني بفصل حاجة على مقاسي عشان الناس ما تتصورش ان هو في كتاب هياخده يقراه هينزل ينفذه خلاص هينجح. لا، الموضوع مختلف تماما. الكتاب بيحط لك برنسبل، بيحط لك فاونديشن، بيحط لك بيزكس، بس انت انزل بقى وشوف دي ازاي تقدر تطبقها على الوضع اللي عندك. طب ازاي؟ لازم يكون عندك خبره، لازم يكون عندك فريق يساعدك، لازم يكون عندك تولز، شويه برامج، شويه ستاندرز عندك، شويه اساليب وتقنيات بتستخدمها عشان تتعامل مع الموضوع. لازم يكون عندك شويه حاجات، والا هتنجح ازاي؟ فنرجع تاني عشان الناس ما تتصورش ان هو كتاب هتحفظه وهتخش امتحان تنجح. لا، الموضوع مختلف تماما. الموضوع لازم محتاج شويه براكتس، شويه لازم تمشي في الموضوع، لازم تجربه وتعيشه وتخش في ازمه وتبدا تشوف ازاي الخطر اللي جاي وازاي بتوقفه قبل ما يجي وازاي تتعامل معاه تنقله على حد تاني. لازم الامور دي تجربها. وعارفين يا شباب، لو الواحد حتى يركز على المخاطر اللي بتمر هو في حياته هو الشخصيه، انا بعتبر دي ليسونز ليرنينج. في واحد عنده خطر تهديد ان هو ممكن يمشوه من الشغل، ده خطر، يلا ورينا هتعمل معاه ايه؟ هل هتعمل له اسكليشن؟ ولا هتعمل له افويد؟ ولا هتعمل له ميتيجيشن؟ ولا هتعمل له ترانسفير؟ شوف هتعمل ايه؟ ولا هتعمل له اكسبت والله غالب؟ هتعمل ايه؟ اتفضل. في واحد تاني عنده فرصه عمل في مكان معين، يلا دي اوبورتيونيتي، هتعمل فيها ايه؟ هتكلم حد واسطه مثلا تقول له والله تعالى نعمل اسكليشن الموضوع، شوف لي حل. هل هتعمل انت شير؟ هتجيب حد يشاركك في الموضوع؟ هتعمل ايه؟ لازم كده، لازم الكلام اللي بندرسه واللي بنعرفه لازم نطبقه، لازم نعيشه. احنا مش بندرس الكلام ده عشان نعلمه للناس، لا، احنا بندرسه عشان احنا نعمله، وبعد ما نعمله وننجح فيه او حتى نفشل فيه نحكي للناس. الوقت ده احنا بنعمل ايه؟ بنقول لهم تجارب حيه، بنكلمهم على واقع نابض، ما بنكلمهمش على فلسفات ولا على كلام نظري، لا لا لا، نكلمكم على الحياه، على اللي احنا عايشينه النهارده. سو نرجع تاني، يبقى انا عشان اقول انتربرايز ريسك مانجمنت يبقى اقول لك لازم يكون في ظهري ريسك كالتشر. لو ما فيش في ظهري ريسك كالتشر زي كده الكرسي اللي قاعد عليه ده، لو ما فيش في ظهري ريسك كالتشر يبقى شكرا، ما تكملش. يومين وهيبقى شويه ورق ريبورت نجهزه والصوره شكلنا حلو وبنقول كلام جميل وشويه ترمينولوجي وسلام عليكم. لا، لازم يكون عندك ريسك كالتشر. اوكي؟ طيب جميل. ومعايا ايه كمان بيساعدني لو انا عندي حتى الريسك كالتشر ده؟ معايا السي ار او زي ما احنا قلنا، اللي هو الشيف ريسك اوفيسر. ده انا طالبه جدا، مش طالب واحد عادي، خدوا بالك، انا واحد يعني اكزيكتيف، راجل تنفيذي، راجل كبير، مش كبير في السن، كبير في الخبرات. وفي فرق ما بين الخبره والسن. السن ممكن تقعد تعمل حاجه لمده 30 سنه، الخبره لا، عدد الامور اللي انت مريت بيها وعملتها. واضح الفرق بين الاثنين؟ فلذلك انا عايز حد كده، حد فهم، حد اتحرك وعاش ازمات وتفاعل مع العالم وقدر يوصل لتصور واضح هنتصرف ازاي في التعامل مع المخاطر. فانا ده الاكزيكتيف رول دوت. محتاج ايه؟ محتاج هاي اكسبيرينس بالنسبه لي. مش محتاجه بس بيفهم في امور تتعلق بالاكاونتنج او الايكونوميك، لا، ده محتاج كمان حاجات تتعلق بالليجل، حاجات تتعلق بالكالتشر، محتاج حاجات تتعلق بالبوليتيكال، محتاج حاجات ليه؟ لان كل دي مصايب ممكن تجي لنا. محتاج حاجات تكنيكال، ده هو بيشتغل في اندستري معينه، ما هو لازم يكون عارف المصيبه جايه منين او الفرصه جايه منين. بيشوف بعينيه كويس، عنده رؤيه واضحه وبصيره، يعني يقدر يشوف قدام. ده اللي احنا محتاجينه. خدوا بالكم، الشخص ده لو لقيته امسك فيه كويس قوي، لان قليل جدا اللي هتلاقيه كده. بس لو لقيته زي ما قلنا امسك فيه. ليه؟ لان ده هيكون بالنسبه لنا كانه طوق نجاه، خاصه في الظروف اللي احنا عايشين فيها النهارده. طيب خدوا بالكم شويه، انا عامل لكم بس الموضوع فيه اكشن شويه وطيارات طالعه ونازله وكده عشان اديكم ايه الجو، ما تحسوش بالملل. يعني هو ده الهدف من الايه؟ من الموضوع. برضو من الحاجه اللي احنا اشرنا ليها، قلنا ان الانتربرايز ريسك مانجمنت ده برو اكتف. جميل. ليه؟ لان هو بيبدا يقعد مع الناس الديسيجن ميكر،
ويبدا يديهم صوره واضحه جدا وواقعيه جدا عن الظروف اللي هم فيها، وبيكلمهم على المبادرات بتاعتهم، هل المبادرات دي هتحقق فعلا اهداف الاستراتيجيه اللي عاملينها ولا هي مجرد بس كلام؟ هل فعلا ان احنا هنحقق بنفيت ولا هي بس مجرد تكاليف عمالين نصرف فلوس وفي الاخر مش محصلين حاجه؟ هيمشي ويؤديهم الحقيقه، هو ده زي ما قلنا اونست واوبن كوميونيكيشن، بس مبني على ايه؟ على انفورميشن مش على داتا، مش على شويه بيانات بيجمعها من هنا وهناك، لا قعد وعمل مجهود وعمل اناليسيس، عمل كوانتيتيف اناليسيس وعمل كوانتيتيف اناليسيس، اشتغل شغله وخرج لنا نتيجه ده كويس، ريسبونس بلان، اتصرفوا بالطريقه الفلانيه، اتحركوا بالشكل الفلاني. الراجل ده مهم كويس. قبل ما تعمل طلعه حاول ترجع للشخص ده واقعد اتكلم معاه، هل الطلعه دي فعلا ايجابيه؟ هل هتحقق المطلوب؟ هل هيكون ليها اثار سلبيه؟ طب هل في مكاسب؟ هل في خسائر؟ طب وازاي نقدر ان احنا نعملها؟ وازاي نقدر نطورها؟ واخدها. اوكي؟ حاول بس اقرب لكم الايه؟ الفكره بصوره. طيب هندخل بقى، خدوا بالكم احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ عاملين ندخل شويه شويه زي ما اتفقين كده، سلو بات شور ان شاء الله، ان احنا نفهم الموضوع. يبقى اول حاجه حكيناها ان الانتربرايز ده حاجه بتشتغل على مستوى الاورجنايزيشن كلها، وحكينا ان في حاجه بتدعمه هي الكالتشر، الثقافه، الثقافه اللي بتاعت الناس اللي حوالينا والاداره، مقومات اللي بتساعدنا ان احنا نمشي خطوه قدام. وكمان في عندنا واحد توليد هو اللي هيقود موضوع الانتربرايز ريسك مانجمنت ده اللي هو السي ار او ده. طيب خلينا نقرب شويه كده، بنحاول نشوف نبص كده برضو على الانتربرايز دي، يعني هنعمل ايه يعني؟ ماشي اوكي، ده انا شفنا حاجه كويسه، يعني هنعمل ايه بقى؟ قول لنا بقى وقفه، يعني هنعمل ايه؟ وهاو هنعمله ازاي؟ خلينا نقرب. بيقول لي ايه؟ بيقول لي انتربرايز ريسك مانجمنت ده هو انتجريشن، وهو كونسوليديتنج، وهو كاسكيدنج. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ببساطه خالص عشان تتصور، انا راجل قاعد فوق سي ار او، قاعد مع البورد، مش قاعد واكل شارب معاهم، لا انا قاعد معاهم عشان ايه؟ عشان اقول لهم التوجه ايه، نعمل ايه، نتصرف ازاي. بينما عشان اوصل لهم واقول لهم التوجه ايه وخاطبوا الناس ازاي، بعمل ايه؟ بنزل على كل المستويات، بقابل كل الناس على مستوى المشاريع، على مستوى البرامج، على مستوى البورتفوليو، وابدا اعمل كونسوليديتنج، عمال اجمع منهم. معايا شنطه كبيره جدا مليانه ريجسترز، ده الريجستر بتاع البروجكت ريسك، وده الريجستر بتاع البروجرام ريسك، وده الريجستر بتاع البورتفوليو ريسك، وده بقى اخر واحد اللي هو الانتجريتد بتاع الانتربرايز ريسك. بجمع واطلع لهم، ومجرد ما بقعد معاهم بقول لهم يا جماعه المفروض نعمل كده، يقولوا لي نعمل ايه يعني؟ دوم افضل حاجه تعملوها دلوقتي اعملوا ميتيجيشن. يعني ايه؟ هدوا المواضيع، خففوا شويه، الاوضاع مش مستحمله، الناس تعبانه صحيا وتعبانه ماليا، ما تحملوش عليهم تحميله كمان عشان الناس ما تقعش منكم، سنه سنه شويه شويه. فيبداوا يقولوا ايوه والله فعلا صح، ده كلامه ده صحيح، ده فعلا من قايل لنا مخاطر من عن المنطقه دي، وكمان مخاطر في المنطقه دي، والمخاطر في المنطقه دي، لا الموضوع فعلا يستاهل ان احنا ايه نهتم ونفكر. خدوا بالكم يا شباب، ترامب لما بيقوم ويطلع ويقول احنا لازم نفتح الاقتصاد، الكلام ده مش من فراغ. الراجل ده بتدفع له تقارير على كل المستويات عشان يوصل في النهايه قدامه عنده فولدر وبيقول له خد بالك، مجموعه الفايلز دي كلها بتقول ان الكارثه والمصيبه لو حصلت على المستوى الاقتصادي هتكون اكتر بكتير جدا من الكارثه الصحيه اللي احنا خايفين منها. فبتلاقيه طالع وعمال يحارب كده شويه مع هنا ويحارب مع هنا عشان يقول لك لا خلونا ايه؟ خلونا نفتح وخلي الناس تشتغل وخلينا نحافظ على الاقتصاد وهكذا. يبقى نرجع تاني يا شباب، انا لما بشتغل في انتربرايز ريسك مانجمنت انا مش قاعد مع الناس اللي تحت ولا قاعد مع الناس اللي فوق. انا بتحرك توب بوتوم وبوتوم توب. من البوتوم عمال اجمع المخاطر، ومن التوب عمال انزل الاستراتيجيات، هنتعامل ازاي؟ هنعمل ايه؟ هل هناخد استراتيجيه هدي وعدي وخلينا نمشي النهارده؟ ولا هناخد استراتيجيه لا اخبط واجري؟ كلها استراتيجيه مش مكتوبه في الكتب بس بتمارس. ولا استراتيجيه فرق تسد؟ كل دي استراتيجيات ريسبونس، هم بيحطوها ريسبونس عشان يتعامل. الناس اللي بتقعد تقرا مثلا الكتب
بتاعت الناس اللي هم كانوا قادة على مستوى العالم في الحروب من أول الرومان بقى وقبليهم، وأنت نازل كده هتلاقي كل واحد منهم عنده استراتيجية بيتعامل بيها مع المخاطر. وقد تكون الاستراتيجية دي أمثلة شعبية من اللي احنا بنمر بينا كل يوم يعني. بس من خمس سلم مثلا، دي استراتيجية. تستغرب بس هي استراتيجية. هي صعبة بتاعت جدتي بس هي استراتيجية. أوكي من خمس سلم. فسوق نرجع تاني، يبقى احنا محتاجين ايه يا شباب؟ ان نقدر نتصور ان الراجل اللي بيشتغل في الانتربرايز ده بيشتغل على كل الطبقات بتاعه المؤسسه اللي هو شغال فيها. طيب يعني لو حابين نلخص الموضوع يعني في كلمتين ثلاثه نقول ايه؟ فاكرين زمان كان عندنا كده برنامج جميل قوي بتاع فؤاد المهندس، كان دايما يقول لك ايه؟ كلمتين وبس. برنامج بصراحه كان رائع يعني، برده بيعجبني برده حاجه قريبه منه كان بيعملها نص كلمه بيعملها احمد رجب زمان قوي. لو الناس كانت عارفه مصطفى حسين لما يقعد يحولها له بقى الكاريكاتير وكده. معلش انا بتكلم مع الناس اللي هم القدام قوي، والناس اللي جداد بقى ياخدوا الكلمتين دول ويقعدوا يدوروا فيه على النت يعرفوا ده اللي انا بقوله. بس اني anyway يعني ان هم في كلمتين وبس او كده، ان الانتربرايز ريسك مانجمنت ده احنا بنعمل ايدنتيفاي، بنعرف ايه هي كل المخاطر على مستويات مختلفه، بنعمل بعد كده فوركاست نحاول نتخيل ونتنبأ بالاحتمالات من جهه وكذلك الامباكت من جهه ثانيه، يعني بنقعد نفكر في البروبابيلتي ونفكر في الامباكت. طيب وفي الاخر بنعمل ايه؟ بناخد رد فعل. قد يكون رد الفعل زي ما قلنا ان احنا ما بنعملش اي حاجه، نعمل اكسبتنس يعني الله خلاص يعني الحمد لله. في خطر طب كويس هنعمل له ايه؟ مش قده يعني خلاص فخليه بقى يجي بقى. كويس؟ زي كان في زمان ناس من العرب لما حصلت مثلا ابرهه وجاي يدخل في مكان الراجل قال لهم انا مش حاضر حاجه اعمل حاجه خلاص الموضوع اكبر من قدراتي يعني خلاص عمل اكسبتنس للريسك خلاص ومشي وخلص حاله يعني. فسو نرجع تاني يا شباب ان دايما ان احنا لما بنيجي نتعامل مع الانتربرايز ريسك مانجمنت بنفكر ازاي ان احنا نعرف دايما بس حاجه بنسميها احنا الميجور ريسك. الميجور ريسك اللي بيعمل كونفرونت اللي هو بيواجه الاورجنايزيشن دي بنحاول نعرفه وبنهتم بيه كتير قوي يعني. ليه؟ زي ما قلنا احنا بنفكر على مستوى مين؟ الاورجنايزيشن. فمثلا على سبيل المثال في خطر ان احنا نخسر 100,000 جنيه او 100,000 دولار بينما احنا شركه عندنا مليارات، مش عمرنا ما هنفكر في الخطر ده، مش هنحطه عندنا حتى. ليه؟ لان احنا واحنا طول ما احنا بنطلع وبنعمل عمليه الكونسوليديت بنبدا نشوف ايه المخاطر اللي بنخرجها لغايه ما نوصل للريجستر الاخير اللي هو على مستوى مين؟ على مستوى الانتربرايز. اوكي طيب في التصور زي ما قلنا بسيط خالص، في عندنا الاستراتيجي، عندنا بورتفوليو، البروجرام، بروجكت. طول ما انا طالع عمال اجمع، طول ما انا نازل عمال ادي خطط ريسبونس لكل مستوى الخطه اللي بتناسبه. طيب هل يعني معنى كده انت عايز تقول لي الانتربرايز ريسك مانجمنت دوت ليه لايف سايكل يعني؟ يعني ليه فريم ورك؟ يعني انت عايز تقول لي ان في مجموعه خطوات ممكن لو مشينا عليها هنبدا نعمل الريسك مانجمنت ده؟ في خطوات. وفي ناس حاطه بيست براكتس، في ناس حاطه بيست براكتس. عندنا على سبيل المثال زي ما قلنا الناس بتاعه الجايد بتاع البي ام اي قالوا ايه؟ قالوا ان عندنا سبع خطوات. ايه السبع خطوات دي؟ قال لك اول حاجه تعمل بلان، ماشي اوكي. رقم اثنين اعمل ايدنتيفاي للريسك، حدد المخاطر، ماشي. بعد كده اعمل كوالتيتيف وكوانتيتيف، ماشي. واعمل ريسك ريسبونس بلان، حاضر. واعمل امبلمنت، تمام. واعمل مونيتور للريسك. طب يا عمي ما هو ده نفس الكلام اللي كنا بنقوله لما بنحكي عن الريسك على مستوى البروجكت. يعني ايه الاضافه اللي انتوا اضفتوها في الانتربرايز؟ قال لك يعني هما الاثنين واحد، يعني انت ليه بتفرق بينهم؟ انا في النهايه انا بشتغل مجموعه اجراءات عشان تخدم موضوع. الموضوع ده بقى انت هتعالجه على مستوى البروجكت، هتعالجه على مستوى البروجرام، هتعالجه على مستوى البورتفوليو، حتى هتعالجه على مستوى الانتربرايز، هي نفس الاجراءات. ولكن ايه اللي بيختلف؟ السكيل، حجم الموضوع اللي انت بتتعامل معاه، حساسيه الموضوع اللي بتتعامل معاه، الامباكت اللي ممكن يعمله الموضوع اللي انت بتتعامل معاه. هما ده رايهم، ده اللي هما حطوه في الجايد وهما ده اللي اشاروا اليه. ولذلك لما اتكلموا اعتبروا ان كل الاجراءات اللي بتتم على المستويات المختلفه حتى على مستوى الانتربرايز هي بتدور في نفس اللايف سايكل. طب دي حاجه جميله خالص، يعني انا لو حافظ دول من الريسك مانجمنت وانا سيرتيفايد مثلا معايا ريسك مانجمنت بروفيشنال من البي ام اي يبقى انا كده تمام؟ تمام. بس لا مش تمام. انت معاك الاجراء لكن انت لازم تعمل براكتس، لازم تشتغل بالاجراء وتشوف ايه الفروق نتيجه العمل.
طب هم الناس هنا حكوا الكلام ده، اوكي انا شكرا ليهم، وده التصور اللي كان موجود ايه عندهم. ده في ناس تانية اتكلمت عن الموضوع تاني، اه والله في ناس عامله بس حاجه عن البروجكت ريسك اناليسيس اللي احنا عارفين فيه، يعني جهه مشهوره خالص اللي هي اللي بيسموها الاي دي ام، اللي هي تعتبر يعني كانها النظير بتاع البي ام اي، لو قلنا امريكي واوروبي فهي النظير الايه الاوروبي. طب قالت ايه؟ لا رتبت الموضوع بشكل مختلف شويه، وان كان في النهايه انا بجدهم يعني واحد. قالوا ايه؟ اول حاجه نعمل انيشيت للريسك، ماشي. الثاني قال بلان للريسك، يعني موضوع بسيط فروق مش كبيره قوي. قال نعمل ايدنتيفاي للريسك، والثاني قال برضه هنعمل ايدنتيفاي للريسك. ده قال نعمل اسيس للريسك، والثاني قال هنعمل اناليسيس، يعني الاثنين قريب نفس ما تخش في الاجراء وتشتغله هتلاقيهم نفس السيكونس. طيب نعمل بلان للريسبونس، قال لك نعمل بلان للريسبونس. قال لك نعمل امبلمنت، قال نعمل امبلمنت. الفروقات مش كبيره. انا ليه يا شباب جبت لكم ده النموذج الاوروبي؟ عشان تفهموا ان الموضوع احنا بنتكلم على بروسيس هي يكاد يكون انترناشونال، يعني يكاد الناس كلها متفقه عليه. كان اكبر معهدين في العالم كويس بيحكوا كده، يبقى معنى كده ان الموضوع خلاص يعني الناس كلها متفقه عليه، فمعناها البروسيس دي اتس اوكي، يعني الناس بتدي عليها اجري، ما فيش مشاكل. طيب جميل. مش بس كده، ده كمان حتى الشباب بتوع الايزو بيحكوا في الموضوع، عندهم جايد خاص فيهم بالريسك مانجمنت، وبيتكلموا برضو على الانتربرايز، وحطوا لنفسهم شويه برضو خطوات. قال لك هبدا اعمل ريسك ايدنتيفيكيشن، هعمل بعد كده ريسك اناليسيز، هعمل بعد كده ريسك ايفالويشن، وبعد كده اعمل في الاخر حاجه اسمها ريسك تريتمنت، ابدا اتعامل اللي احنا بنقول عليه ريسبونس، يعني هبدا اتعامل مع مين؟ مع المخاطر. يبقى كده خلاص اطمننا، اطمننا ان البروسيس اللي بنحكي عليها دي هي يكاد يكون في عليها اتفاق من الناس كلها. لازم هنعمل ثلاث حاجات اللي حكيناهم في الاول بتوع كلمتين وبس بتاع فؤاد مهندس، وكانوا كفايه عمي، ما كانش لازم تمشي معانا في كل السلايد دي، لان انا بس بعمل كده عشان تبقى انت مطمن. لازم نعمل ايدنتيفاي، لازم نعمل ايدنتيفاي، لازم نعمل فوركاست، اه سميه فوركاست، سميه اناليسيس، سميه اسسمنت، سميه زي ما انت عايز. لازم نعمل في النقطه الثالثه ريسبونس، لازم نرد يعني، اه لازم تعمل ريسبونس، تسميه تريتمنت، تسميه اللي انت عايزه، بس لازم يكون في رد فعل على اللي حصل. اجري؟ طبعا يا شباب لو في اي حاجه مش واضحه او اسئله او كده، فان شاء الله بقى هنبدا نتكلم مع الشباب اللي بيديروا اللقاء، وهم ان شاء الله يحطوا لنا اليه مناسبه ازاي نقدر ان احنا نتعامل مع الوضع ده. بس من هنا الى هناك اللي عنده اي سؤال او كده يحاول، اما لو هو يعمل له يعني رايت داون يقعد يكتبه كويس كده، او نشوفه بقى الطريقه، هل هو عن شات او عن طريق تاني. المقصد يعني انك انت ما تفقدش السؤال، وبرده ما تفقدش ان انت تاخد نوت. صدقوني والله النوتس دي بتبقى مفيده جدا جدا جدا. خدوا بالكم يا شباب، احنا لو مش احنا نعرف بعض كنت هخليكم تدفعوا جامد جدا في اللقاء ده، بس ايه احنا بنعرف بعض. الهدف منين من الكلام ده ايه؟ ان اقول لك المعلومه ليها قيمه، فحاول تاخدها طالما هي جات لك. صدقوني هنجد نفسك في يوم ما واقع في مشكله ما، وهتلاقي نفسك محتاج المعلومه دي، فحاول ان انت تاخدها، عارف انت ايه، بقوه وتحافظ عليها. اوكي طيب ازاي يعني انا عايز اعمل ايه؟ ابدا اعمل تخطيط يعني؟ اه تخطيط. طب التخطيط ده عشان ينجح لازم يحصل ايه؟ التخطيط ده عشان ينجح لازم اول حاجه يكون فيه اكسبتنس. يعني ايه اكسبتنس؟ يعني الناس كلها معاك، ما يبقاش في حد من الناس بيخبي عليك او بيعمل ريزيستنس ضدك. حاول توصل لمرحله الاكسبتنس، يكون فيه قبول للي احنا هنعمله. لما نقول هنعمل ميتيجيشن يبقى كلنا متفقين هنعمل ميتيجيشن. لما نقول لا احنا هنعمل ترانسفير يبقى كلنا نعمل ترانسفير. لما نقول هنعمل افويد يبقى كلنا بنعمل افويد. لازم نبقى كلمه واحده. اوكي؟ دي مهمه قوي. عشان يبدا التخطيط اللي بيتعمل يكون ليه اثر. على مستوى العالم يا شباب دلوقتي بقى بيعملوا حاجه اسمها كو ديزاين، يعني ايه؟ ما تجيش تروح تصمم انت مع نفسك وعايز تبيع للناس، لا. دخل الناس، نايكي مثلا دخل الواحد يرسم لك تيشيرت، خليه يشاركك، مش عايز يشاركك ليه؟ انت هتستفيد وهو هيستفيد. كويس؟ حتى في المشاريع الكبيره بنعمل حاجه اسمها بابليك هيرنج، نجيب الناس من الاماكن، ومثلا في الديستريكت مثلا دوت، تعالوا يا شباب احنا هنعمل واحد اثنين ثلاثه، مين اللي موافق ومين اللي مش موافق ومين عنده اعتراض، ونبدا نسمع الناس ونكلمهم.
خد اجماع يعني، حاول تخلي الناس معاك، خد اكسبتنس دايما. طيب البايس كوريكشن بمعنى ان انت ما تبداش الموضوع بمعلومه مغلوطه، بمعنى انا اقول لك ايه، خد بالك ده في خطر كبير جدا. طب يا ابني انت عرفت منين دوت؟ والله ده مصدر مسؤول. ما اعرف منين ان المصدر ده فعلا مسؤول، ما ممكن يكون غير مسؤول، يبقى انا اتورطت صح. يبقى انت لازم من الاول طالما هتخطط وهتتعامل مع مخاطر يبقى لازم يكون عندك مصادر كويسه، لازم الكواليتي بتاعت الداتا تكون عاليه، لازم الناس اللي شغاله في المايننج للبيج داتا تطلع اناليسيس صح، يعني لازم يكون معاك مجموعه بتشتغل كويس. اوكي، برضو من الحاجات اللي هتنجحك لما تخش في التخطيط ان تعمل حاجه اسمها الاينمنت. الاينمنت يعني ايه؟ تبقى ماشي مع التوجهات الاساسيه، مع الاستراتيجيه اللي انت حطيتها، مع الرؤيه اللي انت ابتديتها، لازم تكون ماشي معاها الاينمنت. ما تبقاش انت في وادي وادارتك للمخاطر او للمخاطر حتى اعتعرفها في وادي اخر. تقول انا اهم حاجه عندي القطاع الزراعي، رائع، وبعد كده في احتمال جراد يجي يضيع لك القطاع الزراعي ده، انت مش مهتم خالص في الجراد. يا عمي ما انت قلت اهم قطاع عندي القطاع الزراعي، ليه مش مهتم بموضوع الجراد؟ لازم تهتم بموضوع الجراد لان ده اهم حاجه عندك. لازم كده، لازم يكون في الاينمنت. الاينمنت بين التعامل مع المخاطر والاستراتيجيه اللي انت حطيتها والهدف اللي انت حطيته. ما ينفعش كل واحد يا جماعه ينادي في وادي، والا هيبقى احنا بنعمل تراديشنال ريسك مانجمنت، ما بنعملش خالص انتربرايز ريسك مانجمنت. طب ايه تاني؟ لازم يكون في بالانس. بالانس يعني ايه؟ بالانس ما بين الايفورت، الجهد اللي انت بتعمله، وبين البينفيت اللي انت هتحصلها. انت عايز تعمل ايه؟ انا تو بروتكت، عايز احمي الفاليو. ما تروحش تدفع قيمه الفاليو عشان تحمي الفاليو، وياخدوها ويمشوا يا عم خلاص. يعني انت خايف على السياره، فروحت جهاز انذار لسرقه السياره بثمن السياره. طب انت كده يا عمي ما عملتش حاجه، ما سيبها تسرق خلاص، يعني احتماليه سرقتها مش 100%، فخلاص معناها يبقى انت كده افضل لك كبالانس الايفورت، ما تجيبش جهاز الانذار ده. وصلت؟ لازم تفكر بالانس ما بين الايفورت اللي هتعمله والفلوس اللي هتدفعها بين البنفيت اللي هترجع لك من اداره المخاطر. إيه كويس؟ طيب الكلام يا جماعه اللي انا بقوله لكم ده، بس انتوا فكروا فيه كده بعمق شويه، هتعرفوا قد ايه حجم الازمات اللي احنا بنمر بيها، لان الكلام ده الناس مش بتحطه في اعتبارها ببساطه يعني. طيب بيقول كمان من الحاجات اللي احنا محتاجينها كسكسس فاكتور الكومبليشن. كومبليشن يعني ايه؟ اذا بديت كمل، اذا عزمت فتوكل، امشي، ما تجيش تستهلك الايفورت بتاع الناس وتستهلك اموال الشركه او المؤسسه اللي انت شغال معاها، وفي الاخر نيجي نقول لك يلا اشتغل اعمل امبلمنتيشن للريسبونس، ومحشش مش قادر، ده الموضوع طلع اكبر من احتمالي. مش حاجه اسمها كده، مش انت اللي حطيت البلان؟ ايوه، انزل اعمل امبلمنتيشن. ما ينفعش، ما ينفعش ان انت تيجي في مرحله الامبلمنتيشن وتنسحب، ما ينفعش، لازم تعمل كومبليشن، لازم تخلص الموضوع لاخره تماما. انا خايف من ايه؟ انا خايف ان انا عندي حاجات في المخازن ومش هيتم بيعها ويبقى انا كده هخسر. طيب ماشي، مفيش مشاكل، الحل ايه؟ انزل بيع. هبيع مش هكسب، ان شاء الله ما كسبت، بس بيع، هات لنا كاش، خلينا ندي للموظفين فلوس، خلي الدنيا تتحرك. لا مثلا لو صبرت ممكن يحصل شح، ولو الامور تفتح هبيع بسعر اكبر. مفيش كده، مفيش كده، لازم يكون في بلان. انت عامل ريسبونس بلان، لو الريسبونس بلان بتقول ان انت تبيع انزل بيع، لو الريسبونس بلان بتقول لك لا اسرح العماله واقفل المخازن وهات حراسه ليها، خلاص اشتغل الريسبونس بلان. لكن ما ينفعش تقعد تخلي الناس تقعد تعمل ايدنتيفيكيشن، تقعد تحدد للريسك وتخش تعمل اناليسيس وتبدا تحط بلان، وبعد ده كله تضرب ده كله عرض الحائط وتمشي انت بدماغك. مش كده يعني، مش كده، انت كده هتخسر الجهه اللي انت معاها. لازم طالما بدايه الموضوع نعمل له ايه؟ كومبليشن. دي يا شباب زي ما شايفين كده بنسميها احنا السكسس فاكتورز. عايز تنجح امشي كده، مش عايز تنجح خلاص از يو لايك، يعني انت اللي اخترت طريق تاني، فربنا يوفقك ان شاء الله ونتمنى لك حظ سعيد زي ما بيقولوا يعني. بس خلاص هنعمل لك ايه؟ عملنا اللي علينا ونبهناك. طيب
كده احنا عرفنا بشكل عام كلام شويه على مين، على ايه هو الانتربرايز ريسك مانجمنت. خلينا نخش نعمل دايفنج شويه وننزل مع مين، مع الايدنتيفاي. هنعرفه ايه هو، ايه هي المخاطر اللي على مستوى الانتربرايز. خد بالك لما بنتكلم على ريسك، البريسك ده بيخش في كل حته، بيخترق كل حاجه. محدش يقول لك انا كبير، انا ما عنديش مخاطر، انا مسيطر على، ما فيش حاجه اسمها مسيطر، ما فيش حاجه مسيطر، ما فيش حاجه اسمها مسيطر، والا مش هيكون اسمها مخاطر. لذلك الناس حتى نفسها بداوا ما بينزلوا الاديشن الجديد بتاع اللي هو 6 اديشن، وكمان انا برضو مشارك معاهم في 7 اديشن، ما فيش حاجه اسمها تقول بقى كنترول للريسك، ما فيش حد بيعمل كنترول. انت اخرك مونيتور، مونيتور وتعمل ريسبونس، مونيتور وتعمل ريسبونس، مش حد يقدر يعمل كنترول عشان توصل لمرحله كنترول. تمام؟ ليه؟ لان الريسك زي ما قلنا بيدخل في كل مكان. اكتر مكان تخاف منه وتتوقع مخاطر على الانتربرايز منه هم الناس، البيبول، ناسك. خاف اول حاجه من الناس، بص عليهم كتير، ساعدهم، وقف معاهم، قربهم منك، اتعب شويه عليهم عشان لما يحصل الخطر اللي انت خايف منه يقفوا هم في ظهرك، ما يقفوش في الصف الثاني. بيبول. طب تاني حاجه البروسيس، وهنا يكمن الخطر. لو انت الاطار اللي انت بتشتغل بيه نظام بيروقراطي، حاجه معقده، او نظام فيه كوربشن طافح بالزياده، كويس، صعب قوي ان انت تقدر تتعامل. هتلاقي الخطر اول ما يجي هيلاقي منفذ ويدخل منه على طول، زي هاكرز كده جايين داخلين على نظام فلقوا الدنيا كلها مفتوحه، دخلوا خلاص خلصوا الدنيا كلها. كمان ايه تاني؟ التكنولوجي. خدوا بالكم بقى، احنا عندنا مشكله كبيره جدا في التكنولوجي. احنا للاسف التكنولوجي اللي عندنا دايما بتبقى متاخره كتير. ليه؟ لان احنا عندنا موضوع الريسيرش والديفلوبمنت الاهتمام بيه قليل. هنجيب منين؟ خلاص بناخد اللي متاح في السوق، يعني اللي هو متداول ككوميرشال يعني في السوق عندنا، بناخده ونمشي عليه. فالثغره الكبيره في التكنولوجي دي لازم حد يبص ويشوف لها حل. شركات كبيره جدا عالميه يعني، كويس كده، وبيحصل لها اختراق. والاختراق النهارده بقى غير الاختراق بتاع امس. الاختراق بتاع امس عشان يخش يعمل لك شوت داون، يقفل لك السيستم. النهارده الاختراق بيخش ويقعد ويمدد رجليه ويقول لك انت النهارده هتعمل ايه؟ فيما تفكر اليوم. بس. الى ما لا نهايه. ما بيمشيش. طيب في مخاطر تانية ممكن تجي لنا فين؟ من انفورميشن. هل انفورميشن؟ لا، ازاي يا عم؟ انفورميشن ايه؟ ازاي تبقى الانفورميشن مصدر للخطر؟ ايوه. معلومه واحده كافيه انها تقلب الدنيا. زي ما بتشوفوا يوميا يطلع لك فيك نيوز وتبدا الناس كلها تمشي وراها وفي الاخر يطلع على ما فيش. خطر ريسك. فانت لو عايز تحمي الانتربرايز بتاعتك كبشكل الاورجنايزيشن، عايز تحميها على مستوى الانتربرايز، يبقى بص على الاربع حاجات. بص على ناسك، بص على اجراءاتك، بص على التكنولوجيا اللي في ايديك، بص على المعلومات اللي انت بتوصلك كبيانات داتا، وكمان كطريقتك انت في الاناليسيس، هل بتحللها بشكل صح ولا لا؟ اوكي يا شباب. الخطر بيمشي في كل المنظومه، عامل زي السرطان كده بيجري. احيانا خلايا نفسها من الجسم هي اللي بتكون سبب في وجود السرطان في الجسم. لو في خلل في الفيجن بيدخل، لو في خلل في الميشن بيدخل، لو في خلل في الاستراتيجي بيدخل، خلل في البورتفوليو بروجرام بروجكت، عمال بيتحرك بيدور على اي منفذ يخش منه، عشان مجرد ما بيبقى موجود بيبدا بقى ايه زي ما قلنا يستخدم. زمان كان بيقولوا كلمه جميله قوي، بيقولوا ايه؟ بيقولوا الشرخ في القمه تصدع في القاع. يعني ايه؟ لما يحصل شرخ بسيط قوي فوق بتلاقيه يوصل للتصدع، يعني حاجه كبيره قوي تحت. فخد بالك، اوكي، خد بالك ان مفيش حد كبير على الرسم. فلذلك تكون انت من الوعي الكافي ان انت تتعامل ايه بشكل ذكي شويه مع الموضوع. طيب يعني ايه يعني الريسك ده؟ يعني انت عمال تخوفني تقول لي عرف الريسك ومش عارف الريسك، يعني الريسك ايه الريسك يعني يا عم؟ انا مش خايف، ايه الريسك ده يعني؟ بقول لك ببساطه خالص، الريسك ده اربع انواع. خدوا بالكم يا شباب، انا بحاول اقرب الفكره بشكل بسيط خالص عشان نقدر ان احنا ايه، حتى الناس اللي اول مره زي ما قلنا تسمع الموضوع ده تبقى قريبه.
والناس بقى اللي عندها خبرات وعندها تطور بحاول برضه نديهم جرعه في ترضي زي ما يسموها ايه، مش عايز اقول يعني غرورهم لكن ترضيهم يعني ان شاء الله. طيب ايه النوع الاول؟ النوع الاول ده سهل جدا، unknown unknown، يعني ما اعرفش حاجه عن اي حاجه. مين الانون انون ده؟ مثلا كورونا. ازاي يا عم انون انون؟ ايوه احنا بنسميه ايمرجنت ريسك، يعني خطر طارئ محدش كان شايفه خالص ولا حد عارفه خالص، ممكن احد من الناس. بيل جيتس لما قعد يتكلم عن الموضوع الناس هتضحك عليه في 2015. كويس، ممكن يكون انون انون او ممكن يكون انون انون، مش معروف خالص، ولا معروف ايه هو، ولا معروف الامباكت ولا البروبابيلتي بتاعته حتى، مش عارف اي حاجه، الدنيا مختفيه. رامسفيلد لما جه يدخل العراق طلب من الكونجرس يديله ميزانيه مفتوحه. قالوا له ليه يعني، ليه ميزانيه مفتوحه؟ يعني ما قالش ميزانيه مفتوحه. قال لهم لا، لان انا بتعامل مع انون انون، انا داخل مش عارف احارب مين ولا عارف الامباكت اللي ممكن يحصل هيكون ايه، ما اعرفش اي حاجه، انا بتعامل مع انون انون. طيب ده احنا بنعتبره ايه؟ اسوأ انواع المخاطر، ان حاجه ما تعرفش عنها حاجه. كويس، طيب ايه النوع الثاني من المخاطر اللي بنسميه نون انون؟ يعني ايه نون انون؟ يعني احنا عارفين ايه هو الخطر دوت، لكن مش عارفين احتماليه حدوثه ولا عارفين تاثيره. يعني مثلا على سبيل المثال يقول لك ايه، في تسونامي هيحصل، ماشي انا عارفه، بس ولا عارف احتماليه الحدوث، هيبقى تخمين يعني، مش عارف يعني معناه ان انا هخمن، فهخمن قد ايه احتماليته، ومش عارف ايه الامباكت، هخمن قد ايه الامباكت. يبقى يعني لما تكون حاجه نون بيبقى سهل التعامل معاها، احنا بنسميه كلاسيك ريسك، يعني مخاطر تقليديه. لكن لما تكون حاجه مش معروفه ولا احتماليتها معروفه ولا التاثير بتاعها معروف، يعني دي مصيبه. زي واحد كده ماشي في الطريق تقول له عفريت مثلا، عامل ايه ده، مش عامل حساب خالص، مش محطوط معايا اخوان. لذلك ده اصعب المخاطر تقدر تتعامل معاها، هو الامرجنت ريسك. طب الكلاسيك ريسك يعني نسبيا الموضوع سهل، احنا حاجه متعودين عليها قبل كده كمشاكل حصلت زمان، فبتدي نحطها ايدنتيفاي، نعرف المخاطر دي ونقول دي من الاي، من النون انون. طيب جميل، في عندنا كمان حاجه بنسميها ايه، انون نون، بس دي حقيقتها هي مش مخاطر اصلا، هي وان كانت حاجه مش معروفه لكن تاثيرها واحتماليتها 100%، احتماليتها 100%، يعني حاجه فاكت يعني. بس هنا الاشكاليه، ما قلنا انون يعني ايه، انها هيدن يعني حاجه مختفيه مش معروفه، يعني معنى كده النوع ده مش من المخاطر. ايوه مش من المخاطر، ليه؟ لان مفيش فيه احتماليه. المخاطر دايما لازم حاجه فيها احتماليه، حاجه فيها غموض شويه كده، حاجه مش شايفينها، بس مش شايفينها مش عشان هي مستخبيه عند حد، لا، ان هي فعلا لسه ما حصلتش، لكن الحاجه دي معروفه، لكن هي انون عن مجموعه ناس، ولكن معروفه عند ناس تانيين. يعني عند ناس تانيين هي نون نون، هي فاكت عند ناس، لكن عندي ناس تانية لا، هي حقيقة بس مختفية. يعني مثلا احنا قاعدين النهاردة نضرب اخماس في ازاز، نقول يا جماعة هو مين اللي عمل كورونا؟ مين؟ مين؟ ده مش ريسك، دي فاكت، بس هي هيدن فاكت. احنا كلنا شايفين كورونا واللي بيعمله، بس مش عارفين مين اللي عمل كورونا، فبالنسبة لنا انون. بس زي في ناس عارفين، لذلك احنا بنسميها هيدن فاكت. يبقى نرجع تاني عشان اقرب لكم الصوره، يبقى عندي بس نوعين من المخاطر المرتبطين بالسلايد اللي احنا بنحكي عنها دلوقتي، اما انون انون زي ما قلنا ده حاجه سيئه قوي، والنوع الثاني نون انون، هو ده بيقول عليه الكلاسيك ايه، ريسك. طيب جميل، بيقول لنا برده حاجه جميله قوي، بيقول لنا دايما عشان نيجي نتكلم على الريسك لازم نعرف ايه الكوز، ايه الحاجه اللي سببت الخطر ده يجي، ولازم نشوف الايفكت، نشوف نتيجه، ولازم يكون عندنا قدره على ادراك الفرق بين الثلاثه دول. يبقى الكوز هو السبب اللي هيكون نتيجته يظهر الخطر، واللي هيكون يؤدي لتاثير.
فاحنا بنسال ايه هو الكوز اللي سبب كورونا. الكورونا ده مثلا هنعتبر ان هو ايه جاي خطر علينا، وهنفترض ان احنا كنا عارفين ان الخطر ده جاي، بس ايه سببه؟ مش عارفين. طيب الافكت، لا كلنا شايفين الافكت بتاعه وكله واضح. يبقى نتيجه الكوز هيحصل ايه؟ الريسك يمكن يحصل، ولو حصل هيؤدي ايه؟ هيؤدي الافكت كده. مهم فاهمين التسلسل ده؟ مهم جدا. ناس كتيره بتتكلم على امور على انها ريسك وهي في الحقيقه هي كوز، وبيتكلم على امور انها ريسك وهي في الحقيقه افكت. كويس. طيب ازاي نعرف الفرق ما بين الكوز والافكت؟ بسيط خالص. في واحد طيب جدا اسمه شيكاو عمل لنا دياجرام بسيط خالص، بيقول لنا خد بالك انت عندك الناس بتسيبك وتمشي. ايوه الناس بتسيبني وتمشي. بيقول لك طب مش يمكن يكون بيئه العمل عندك سيئه؟ هو بيدور على الكوز السبب يعني. مش ممكن يكون الناس ما عندهاش طموح؟ مش ممكن ان الناس توقعاتها ان الكارير بتاعك ده مش هيوصلهم لحاجه؟ يقعد يمشي معانا ويعرف الاسباب. ولما بيعرف الاسباب زي ما بيقول كده احنا في مثل زمان يقول لك اذا عرف السبب بطل العجب. خلاص عرف الاسباب اللي بتؤدي للمخاطر، فيبدا يعمل يغلق الابواب اللي بتؤدي ان المخاطر دي تحصل عشان يمنع ان المخاطر دي تحصل. لازم يعرف السبب. فمهم قوي ان احنا ما نفكرش كتير في الخطر بقد ما نفكر كتير في السبب. ما نفكرش في خطر كبير قوي ان في بطاله، دي قنبله موقوته. فكر اكتر ليه البطاله موجوده؟ ليه البطاله موجوده؟ فكر. هل مفيش عداله في التوزيع؟ ممكن. هل مفيش انت ما عندكش ابتكار فما بتقدرش تفتح للناس مجالات عمل جديده؟ ممكن. انت ليك مشاكل كتيره مع الناس اللي حواليك فمحدش بيستقبل الناس عندك وبيمشوهم تاني يوم؟ ممكن. الله اعلم. ادرس ادرس وشوف ايه الاسباب. طيب عشان انجح يعني اعمل الايدنتيفيكيشن ده او تحديد المخاطر بشكل كويس، لازم يكون الموضوع بدري بدري. ما تستناش يعني، ما تستناش لما الخطر يحصل وبعد كده تفكر تقول والله يا ده انا كنت فعلا متوقع ان ده ممكن يحصل. طب كنت فين من زمان؟ لازم كمان تعمل اتريتيف. يعني ايه؟ يعني يمشي صح وغلط. ممكن انا حطيت الخطر ده وحقيقي لا، اروح داخل على الريجستر وشايله وحاطط واحد تاني، او حطيت له امباكت اغيره وحاطط له فاليو كبروبابيلتي اغيرها، مفيش مشاكل. ولازم كمان يكون عندك استباقيه دايما، ما تبقاش قاعد فاضي دايما كده. ايمرجنت ايدنتيفيكيشن يعني ايه؟ كنت على طول قاعد طوارئ، كل ما تجي حاجه تطرق ايوه دي امسك دي امسك دي. حاول دايما كده دايما عندك رؤيه، شايف بكره هيروح فين. وبرده لازم تعمل كومبريهنسيف ايدنتيفيكيشن. يعني ايه؟ يعني خلي الموضوعات تفصيليه اكتر شويه، لان احنا لو فصلنا ممكن نقول لك ايه؟ احنا خايفين من ازمه ماليه. يعني ايه ازمه ماليه؟ يعني مفيش كاش، ولا ازمه ماليه يعني مفيش تصدير، ولا ازمه ماليه معناها ان العمله بتاعتنا هتنهار. يعني ايه ازمه ماليه؟ ما تخليك دقيق يا راجل، ادخل شويه وحاول تتعب شويه وتعرفنا يعني ايه ازمه ماليه، صح ولا لا؟ طيب اوكي. ايه اللي هي الادوات اللي بيستخدموها عشان برضو ان نمشي اسرع شويه؟ انا عارف ان انا ايه طولت عليكم، بس انا كان هدفي والله نفهم الايه الفكره والكونسيبت بتاع الموضوع. في عندنا شويه ادوات بسيطه، في كده تول اسمها سبيكترم. دي بتقول لك لما تيجي تدور على المخاطر على مستوى الانتربرايز، فكر على بنسميها احنا سيسو كلتشر، حاجات تتعلق بالثقافه والمجتمع، البوليتيكال حاجات السياسيه، على الايكونوميك، على الكومبيتيتيف الناس لو في عندك في منافسات مع حد، دور على التكنولوجي والريجليتوري الحاجات القانونيه، دور على الحاجات اللي فيها انسرتينتي دايما هي مش واضحه كده ومغيمه، حاول تمشي وراها كده هتكتشف حاجه. دور على الماركت وشوف ايه اللي بيحصل فيه. اوكي. طيب بشكل عام هم بيقول لك هنحاول ان احنا نقرب لك الصوره ونقول لك ان الريسك ده عاده على مستوى الانتربرايز بيدور حوالين اربع حاجات. اما يكون فاينانشال ريسك يعني حاجه مخاطر ماليه، او على المستوى الاستراتيجي مخاطر تتعلق باستراتيجيه الجهه اللي بتشتغل معاها، او على المستوى الاوبريشنال العمليات، او في هازارد ريسك بقى زي ما انتم عارفين الناس اللي بتشتغل في الايه في الامور اللي هي خطيره شويه، مفاعلات نوويه او حاجات كيماويه او خلافه. كويس. ادي الاربع حاجات اللي هم بيخافوا منها بشكل ايه بشكل عام. طيب ازاي اعمل فوركاست؟ لا الفوركاست ده حاجه بسيطه خالص. كويس. ان لازم يكون عندك كريتيريا الاول، معايير انت هتبني بناء على ايه.
انا عايز ادرس الريسك في الجانب المالي. طيب قول لي يعني ايه درجه الخطوره عندي؟ تقول لي مثلا لو مفيش اي امباكت على الريفينيو يبقى مع ده انسيجنيفيكانت، ماشي، يعني موضوعها كانه مش موجود. طب لو في تاثير بنسبه 1% هتخسر، يبقى ماينر. طيب لو هيزيد ل 10% يبقى مدير. طب لو هيطلع كمان يبقى 20% يبقى ميجور. طب لو هيبقى اعلى من ال 20 يبقى سيفير، في مصيبه هتحصل. لازم يكون عندك كرايتيريا، ودي بتختلف من مكان لمكان. يعني مثلا على سبيل المثال في ارامكو لو حصل شت داون المحطه لمده يوم واحد، ده احنا بنسميه محطه بتطلع لها مثلا 5 مليون برميل، 5 مليون برميل في البرميل ب 100 دولار مثلا. طبعا احنا بنتكلم على الارقام القديمه، يعني في 100 يبقى معنى كده تتكلم على كام؟ على 500 مليون دولار. فالمعايير نرجع تاني بتايلر بتعمل لها على مقاس الايه؟ الاورجنايزيشن اللي انت بتتكلم عنها. ده طبعا الشكل ده كلكم حافظين، الناس اللي اشتغلت كلها على الريسك حافظين الكلام ده. ان عندنا حاجه اسمها هيت ماب، وبنقول ان في اكسبوجر عباره عن الامباكت بروبابيلتي. كل ما الامباكت بيكون عالي والبروبابيلتي عاليه معناها ان الموضوع نخاف منه جدا. كل امباكت ما يكون منخفض والبروبابيلتي تكون منخفضه معناها ان الموضوع ثانوي وما يهتمش ايه؟ ما نهتمش فيه. مش عارف معاك كتير، ان المفروض ان دي انتوا ايه؟ اكيد كلكم عارفينها ان شاء الله. طيب بيقولوا ان الموضوع مش بس بروبابيلتي وامباكت، في شويه عناصر ثانيه كمان. منها على سبيل المثال حاجه بيسموها بروكزيميتي. ايه بروكزيميتي دي؟ بيقول لك هو الوقت اللي بناخده قبل ما الخطر يظهر. يعني ممكن خطر هيحصل بعد سنه وخطر هيحصل بعد يوم. لما الخطر هيحصل بعد يوم يبقى لازم نخاف منه اكتر، ناخد بالنا منه اكتر. في حاجه تانية بيسموها ديكتابيليتي. ايه الديكتابيليتي دي؟ بيقول لك هل سهل ان انت تكتشف الخطر ده لما يحصل؟ لو سهل ان انت تكتشفه يبقى معناها الموضوع جميل ورائع، لو صعب لا خد بالك فكر بقى شويه. لو انا الريسك ده هكتشفه بسهوله يبقى معناها الديكتابيليتي او امكانيه اكتشافه مرتفعه جدا، هاي. طب لو هو لا يعني بياخد وقت كتير قوي عقبال ما بكتشفه، لا مش بقلق منه قوي. ليه؟ لان مجرد ان هو بيظهر بشكل سريع اخاف، يعني مش هيديني فرصه ان اعمل ريسبونس. ولو اكتشافه بيكون سريع وبيظهر لكل الناس برضه هيبقى مشكله، لاني مش هقدر الحق اعمل ريسبونس. اوكي؟ يبقى دايما فكر ان الموضوع مش مجرد فقط امباكت وبروبابيلتي، في عناصر ثانيه بتدخل لما نيجي نعمل بريورتيزيشن للريسك. في مخاطر زي ما يقول كده مجرد ما حصلت النهارده كل الناس عرفت، زي البورصات مثلا. اي ما بتحصل اغلاق للجلسه وان فيه هبوط ومفيش وناس باعت، يقول لك مثلا ايه؟ بيع سندات من الاجانب، بتأذن في البلد كلها. فده مشكلته ان هو ديكتابل، الناس كلها سهل تكتشفه فخطر قوي. خد بالك في حاجات الناس ما تحسش بيها، زي مثلا يقول لك ايه؟ ان تغير سعر الصرف، اول ما الناس توصل لهم يعني ايه تغير سعر الصرف بتاخد شويه وقت وما تفهم يعني ايه اصلا الكلام ده. فدايما فكر في الخطر، ان مش بس انه بعمليه البروتوريزيشن بتيجي في اطار امباكت بروبابيلتي، لا كمان بيدخل معاها عناصر ايه؟ عناصر ثانيه. بيظهر لنا دايما الصوره بتبقى واضحه خالص لما بنعمل فوركاست. بنقول انا الخسائر المتوقعه عندي قد ايه؟ لو 6 مليون، طب 6 مليون احتماليتهم قد ايه؟ قول لي لا والله خد بالك. 6 مليون دول احتماليتهم مثلا انت تخسر 6 مليون ممكن تبقى 10%. طب لو عشان اخسر مليون ونص، لا 40%. طب احتماليه ان انا اخسر 300,000، 90%. خلاص بيرسم لك الكيرف ببساطه خالص. في برامج كتيره احنا عارفينها طبعا، اكيد الناس اللي شغاله في الموضوع بتساعد على الموضوع ده. كويس. في زي ما انتم عارفين كلكم مشهور عندكم اللي هو المونت كارلو. في طبعا برامج ثانيه اللي هي بتقدر تعمل تحليل وتقول لك والله خد بالك احتماليه ان انت تخسر المبلغ الفلاني نسبته قد كذا، وبتقول لك كمان احتماليه ان انت تخلص مشروعك على الوقت الفلاني احتماليته كذا.
بس هنا احنا بنتكلم على مستوى الانتربرايز، فاحنا لذلك احنا بنتكلم على الانيوال مثلا لوس، الشركه نفسها او مؤسسه او جهه هتخسر قد ايه سنوي احتماليه، وبنعمل ده وندخله بعد كده على الناس ويقول لك طيب اوكي انا ريسك افيرس، لا يا جماعه مش عايز اورط نفسي، خلونا نخرج من الموضوع ده ونلغيه. او واحد تاني عنده ريسك سيكينج عايز يخش يقول لك لا ما عنديش مشكله، حتى لو خسرت 4 مليون حط 4 مليون على جنب وخلينا نخش في الموضوع ده او في الصفقه دي كده. اوكي طيب بعد كده عندنا موضوع مين يا شباب؟ عندنا موضوع الريسبونس، انا عايز ارد بقى، انا خلاص بقى تعبت بقى، انا عمال اعرف منكم كل شويه ان في مخاطر وان في مشاكل وان في مش عارف كذا حصل وان كذا، طب عايزين نرد بقى. خد بالك انت عايز ترد كويس كده، عايز تاخد اكشن، حاول بس تاخد ايه في اعتبارك ان الموضوع مش بيبقى بالسهوله والبساطه اللي انت فاكرها يعني. كويس لازم تشتغل بشكل احنا بنسميه مش عايز اقول يعني في تفاهم مع الاخرين، عايز اقول ديمقراطي، ان الديمقراطيه ليها مشترطاتها وظروفها واحوالها يعني. تقعد تتشاور مع الناس يعني. والله يا شباب احنا بنفكر نعمل كذا، هنعمل كذا، هنعمل كذا، ابدا جهز الموضوع بالصوره دي. كويس؟ ليه؟ عشان لما تحصل الازمه الناس تقف معاك. كويس؟ دايما فكر في الجزئيه دي. ان انت ازاي تعمل ديسكشن بينك وبين الناس وتعمل فاسيليتيت. لان احنا عندنا في ارامكو في بس سيشن اسمه ايه؟ فاسيليتي ورك شوب. ده عشان ايه؟ عشان نخش بس ونسهل للناس يعني ايه ريسك وازاي يتعاملوا معاه وايه الافكار. كويس؟ فطالما داخلين على ريسبونس لازم الناس تكون واقفه معاك يا عم. ما ينفعش يعني كل اللي قبل كده ماشي، هنقول انت شغال مع نفسك ماشي، بس طالما داخل هيبقى في ريسبونس لازم حد يكون واقف معاك. ليه؟ لان هيكون في استراتيجيات، في شغل بقى، هتطلع بقى طلع بقى، ممكن تخش وتعمل اسكليت او تعمل افويد او تعمل ترانسفير او ميتيجيت او اكسبت. الامور كلها اظنها يعني كتعريفات معروفه، بس انا عايز اضرب لك مثال مثلا على موضوع الترانسفير على مستوى الانتربرايز. ممكن انت في حاجه جايه عليك وانت مش قدها، تعمل ايه؟ تروح رايح ناقلها لحد تاني، قول له معلش انت تولى الموضوع ده. ليه؟ بنسميها احنا بالوكاله، يوكل حد ان هو يعمل الموضوع وخلاص ويخرج هو نفسه من الموضوع، زي شركات التامين وخلافه، او تجيب مثلا شركات امنيه او ايا كانت الطريقه اللي بيتعاملوا بيها. المهم انك انت بتنقل الموضوع من عليك، صحيح بتدفع وبيبقى في مقابل كويس، بس في النهايه انت خلاص خرجت من هيدك المخاطره دي، في حد تاني هيتعامل مع الايه؟ مع الموضوع. طيب ممكن زي ما قلنا الموضوع ما يكونش موضوعك اصلا، الخطر مش جاي لك اصلا، مش بتاعك انت يا عم، فتعمل له ايه؟ تعمل له اسكليت، ترفعه للشخص اللي هو فعلا المعني بالخطر ده. هو موضوع مش بتاعك اصلا، انت ليه واقف عمال بتعمل شغب على ايه؟ الموضوع مش بتاعك، موضوع اعلى منك، خلاص انقله اللي هو الشخص اللي عنده الاثوريتي ان يتعامل مع الموضوع يتعامل معاه. لذلك احنا عندنا احيانا بيحصل فيه توهم لمخاطر وهي ما بتكونش مخاطر حقيقيه. ليه؟ لان احنا مش مدركين انها مش موجهه لينا احنا. لا دي هي في حد تاني اقوى هو اللي يقدر ان هو يتعامل معاه، فاعمل له اسكليت وتحرك للايه؟ للنقطه اللي بعدها. اول رايت ده بالنسبه لمين؟ ستريت. طب بنتكلم على opportunities. طب لو فرص برضه نفس القصه، تقدر انت تجيب الفرصه تعمل اكسبلويت لوحدك كويس، ما تقدرش تعمل شير يا عم، يعني كل واكل الناس اللي حواليك، ما تبقاش طماع عايز تاخد كل حاجه يعني، شارك الناس معاك. انت عندك النهارده عمال في الشركه وعندك موظفين في الشركه وانت مش قادر تديهم رواتبهم، ما تعمل لهم يا عم شير في الشركه بتاعتك، اديهم نسبه، قول لهم يا جماعه معلش انا مش هديك رواتب وهعمل لكم شير مثلا بنسبه، مثلا هديكم اسهم، هعمل لكم اي حاجه، ساعد تتساعد، وسع كده يعني شير، عشان انت عشان تقدر اللي جاي تعرف تجيبه. لكن لو انت طالع لوحدك هتقدر تعمل مره اتنين تلاته، بعد كده هتتعب يا عم صدقني هتتعب، مهما كنت انت ايه هتتعب، لازم حد يساعدك، لازم حد ياخد ايده بايد. انت الكبير يا عم ماشي، انت الكبير محدش قال لك حاجه، بس لازم حد يساعدك. شوف عندك شباب في الإدارة، شوف عندك ناس موجودين في المواقع، حاول شوف مين منهم اللي يمكن الاعتماد عليه ودخله وحطه في الصف الأول، قدمه خليه ياخد بإيدك وبإيد الناس ويمشي خطوة قدام. لازم يا شباب تعمل كده. وانت هتنقذ العمل بتاعك ازاي كبزنس، ولا هتنقذ ازاي
المنظومة العمل اللي انت شغال فيها لازم تعمل كده، لازم تبقى اكثر مرونة وتفتح البيبان وتخلي الطاقات تبدأ انها تتفجر وتجيب لك بعد كده نتائج. طيب رائع. طب في ريسبونس تول، يعني هل في اداه بنستخدمها في موضوع الريسبونس ده؟ في ادوات كتيره بنستخدمها، منها الاداه دي بصراحه عجباني جدا، انها متفقه مع الشكل بتاع الايه التيارات والحاجات الاكشن اللي احنا عاملينها فين في المحاضره. يعني بيقول ايه؟ بيقول لك انت عشان تخش وتعمل ريسبونس، قبل ما تعمل ريسبونس انت هتخطط دلوقتي عشان تعمل رد الفعل ده، فكر مين معاك ومين ضدك. بمعنى ايه؟ بمعنى طالما انت داخل تعمل ريسبونس، اكيد الريسبونس ده في حاجات هتساعدك ان انت تنفذه وفي حاجات هتقف ضدك في ان انت تنفذه. على سبيل المثال، مثلا لو انت بتعمل ريسبونس هتجيب معدات جديده، جميل، هتحدث المصنع بتاعك، ماشي، بس لازم تحط في اعتبارك ان في مشكله ممكن تقابلك، هيكون في تكاليف، يبقى دي حاجه في الطرف الثاني. لكن في حاجه ممكن تساعدك، ايه هي؟ ان سرعه الانتاج هتزيد، هتلاقي في الطرف ده. وهكذا بقى بتبدا تشوف كل عنصر من العناصر اللي ممكن تساعدك والعناصر اللي هي ممكن تمنعك، زي ما يسموها احنا العوائق، يعني اوبستكلز هتقابلك لو فعلا الموضوع ده حصل، ان انت فعلا عملت الريسبونس دوت. وبتدي لكل واحد منهم فاكتور كده، ويت يعني، ونبدا نشوف في النهايه مين اللي هيكسب في المعركه. نجمع من الطرف ده، عندنا 4 و2 و3 و1 على اليسار، مجموعهم 10. نجمع من هنا 3 و3 و1 و3 و1، مجموعهم 11. مين الاقوى؟ ال 11. لا، يبقى ما تمشيش في الموضوع ده. ليه؟ لان الفورس الاجينست تشينج اقوى، فمش هتعرف تتحرك. ارجع وفكر في حاجه ثانيه، فكر في ريسبونس ثاني. اوكي يا شباب؟ فده كده يعني مثال عن الايه؟ عن موضوع ازاي بنعمل ريسبونس. عندنا بعد كده بقى الماتيورتي موديل، وده رائع جدا. الماتيورتي موديل بصراحه اللي عاملينه الشباب بتوع ديلويت، زي ما قلنا ان احنا يعني لسه الموضوعات كلها اجتهاديه، ودايما الصراحه اللي الواحد شافه ان هم المجموعه الكبار يعني البيك فايف بيبقوا عاملين ايفورت عالي قوي. في الغالب الناس اللي بتشتغل في الستاندر بتبدا تاخد حاجات من المخرجات بتاعتهم، ريبورت ما شابه كده، ويحاولوا يحصقوها بصياغه، يعملوها حاجه اسمها ستاندرزيشن، ويبداوا بعد كده يحطوها في صياغه اقرب النولج منها، تكون ايه؟ تكون مجرد ايفورتس ناس ايه عاملاها، حاولوا يجمعوها في صوره يعني تكون قابله للتداول مع الناس والتعميم. طيب دولت بيقولوا ايه؟ بيقولوا ايه في الموديل اللي هم عاملينه على الانتربرايز ريسك مانجمنت؟ بيقول لك خد بالك، انت لما تيجي تبني الموديل بتاع الانتربرايز بتبني على مستوى فوق خالص اللي بيسموه الاوفر سايت، وتنزل بعد كده شويه على مستوى السيستم، وبعد كده تنزل مستوى تحت خالص على مستوى البروسيس. يعني بيقولوا ان الموضوع مش مجرد اللي احنا كنا بنعمله بس على مستوى البروجكت، بنعمل ايدنتيفيكيشن واسسمنت ومانجمنت، لا، في حاجات كمان بنطلبها لما يجي نشتغل على مستوى الانتربرايز. منها ان قال لك على مستوى السيستم لازم يكون عندك ريسك ريسورس انفراستراكشر، ازاي انت هيبقى عندك موارد تقدر تساعدك في اداره المخاطر دي وبنيه تحتيه. ازاي يبدا عندك نوع من انواع المونيتورنج والريبورتنج تقدر بيها تتابع الموضوع. ازاي يكون عندك ريسك جوفرنس؟ لو انت شفت الدومين بتاعت الجوفرنس هنلاقي فيهم واحد خاص بس بالريسك. ازاي يبدا حد يكون بيعمل جوفرنس على الريسك؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان لما يحصل مصيبه نجيب الشخص ونساله، يا عمي ده حصل ليه؟ لما جابوا الراجل بتاع المخابرات الامريكيه وازاي قالوا ازاي حصل اختراق في الانتخابات، وجابوا الكونجرس وقعد يساله، ايوه ما لازم يكون في اصل governance. يعني ايه يا شباب؟ يعني accountability وترانسبيرنسي، في حد بيحاسب وفي شفافيه، الناس كلها بتبقى عارفه. جابوا الراجل وحطوه قدام الايه؟ قدام الكونجرس وقدام كمان الشاشات كلها، احنا في العالم كله قعدنا نتفرج عليه وهو بيتسال وبيجاوب. ريسك جفرنس، انت كنت مسؤول عن ليه الخطر ده حصل؟ ليه ما كانش عندك امكانيه للتعامل؟ ليه ما خدتش الاكشن اللي مطلوب؟ وهكذا. لازم يكون في ريسك استراتيجي زي ما قلنا، واحنا حكينا على استراتيجيات قبل كده. لازم يكون في كمان تحديد الابيتايت. ابيتايت يعني ايه؟ يعني الناس عندها رغبه انها تخش في مخاطر ولا عايزه تهرب من المخاطر، زي ما قلنا ريسك افيرس ولا ريسك سيكينج، بس على المستوى اللي فوق، الناس اللي فوق خالص.
اللي هم اللي كلامهم مسموع. ايه هم يعني طبيعتهم؟ هل هو فاتح صدره عمال يستقبل مخاطر ما عندوش مشكله، ولا هو لابس واقيه للرصاص بيقول انا مش عايز اقرب من حاجه ولا من حد؟ ايه بيعمل ايه؟ بناء على كده، على الاستراتيجي بتاعته دي، تبدا انها تتحول، يحصل لها كاسكيدنج، وتبدا تنزل لايه؟ للناس عشان تتحرك بيها. وريسك كالتشر طبعا اتكلمنا عليه، وعلى راس الايه؟ على راس الموضوع. الاوفر سايت ده بيقول، بيسميه تون فروم ذا توب. يعني ده كده بيجي لنا صوت جاي من فوق، نغمه معينه، تردد معين جاي لنا من فوق، بينزل على السيستم، فيبدا يغير شكل السيستم، سواء كانت بيبول، بروسيس، تكنولوجي، بيغير الشكل بناء على المخاطر. روسيا حتى الان خايفه من امريكا، فاهتماماتها بالصناعات العسكريه رقم واحد، مش عايزه تغير، مش عايزه تغير خلاص، هي ماشيه على كده، مش على سبيل انها تغير. الصين برغم اللي بيحصل حتى الان النهارده خايفه من امريكا، فمش عايزه توصل لمرحله صدام، فبتحاول انها تغير. فبيحصل، بيتنقل من فوق لتحت. الاستراتيجيه اللي فكرنا فيها تنزل على المستويات، هتاثر في البيبول شكلهم وفي البروسيس وفي التكنولوجي. في تدخل عند ناس في البيت عندهم تلاقيهم ايه؟ ومجهزين واكل ومش عارف ايه، ولازم تقعد وضيافه، وناس مفتوحه خالص في التعامل معاك. ليه؟ لان الاستراتيجيه بتاعتهم اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. بس دي الاستراتيجيه بتاعت الناس دي. يقول لك الناس دي على باب الله. ويقول لك ما فيش حد بيبات من غير عشاء. استراتيجيه بتاعتهم. فمش قلقانين، يبقى انت متوقع في اي وقت هتروح لهم هتلاقي اكل. ولازم هيعزموا عليك، ولو هيجيبوا من الجيران هيجيبوا هياكلوك. في ناس لا، تخش عندهم ولا حتى كوبايه ميه، يقول لك احنا ماشيين بسياسه لاقيني ولا تغديني. يعني ايه يا عم لاقيني ولا تغديني؟ يعني هنقابلك كويس قوي، بس ما تقبلش وما تحلمش ان هنجيب لك كوبايه ميه. خلاص، دي سياسه الناس دي. كويس، هتلاقيها ايه؟ ظاهره على السيستم بتاعهم، ظاهره على البيبل، ظاهره على البروسيس، سهله على الايه؟ على التكنولوجي. مش بس كده، دي بتنزل كمان تحت، حتى على الطريقه اللي احنا بنتعامل فيها مع الريسك نفسه. ازاي بنحدده، وازاي بنقيسه، وازاي بنعمل ريسبونس، وازاي بنعمل كنترول، ازاي نعمل مونيتور. كويس كده، على المستوى اللي تحت خالص برضو بتاثر. وان كان احنا زي ما قلنا عندنا تحفظ عن كلمه كنترول، بس اوكي، يعني هو كل واحد زي ما بيقولوا الشيخ وليه طريقه. بس اني anyway، يعني مهم ان احنا نتخيل بس ان الموضوع بيبدا من فوق وبينزل ايه؟ وبينزل لتحت. لذلك الاول ما هيجي يقيس الماتيوريتي بتاعت الجهه، هيقيسها على الثلاث مستويات. هيقيس الماتيوريتي من جهه الاوفر سايت، الناس اللي فوق فاهمه وواعيه ولا لا، على مستوى السيستم، السيستم جاهز متاهب وهيقدر يتعامل ويبقى برو اكتيف ولا لا، على مستوى البروسيس، البروسيس مفهومه والناس بتعملها وبشكل زي ما يسموها ديناميكي واستجابات سريعه، ولا الدنيا بتروح وبعد ما بتروح بنقول ياي وايه اللي حصل ده يا جماعه؟ وطب ما حدش قال لنا ليه؟ كويس؟ طيب، بيقول لما بيجي بشتغل على الانتربرايز ريسك مانجمنت، ففي عندي مجموعه مين من الاستيك هولدر، عندي اصحاب مصلحه، ناس يهمهم ان الاداره بتاعت الريسك ده على مستوى الانتربرايز ينجح. اول ناس بيهمهم الناس اللي مسؤوله عن الريسك جفرنس، اللي مسؤوله عن عمليات الحوكمه، دول يهمهم جدا الريسك ينجح، لان لو حصلت مصيبه هم اللي بيشيلوها. انتوا كنتوا فين؟ ناس بقى بتاعت في امريكا مثلا، يقول لك الايه، الامن مش عارف الوطني مش عارف ايه، عندهم شويه تعريفات ايه كتيره كده لجهات مسؤوله عن الريسك جفرنس. لو حصلت مشكله بيجيبوها ويقعدوا يسالوا فيها ليه حصل، وحصل امتى، وحصل ازاي، وايه الاسباب وكده. طيب ايه تاني؟ كل الناس اللي شغاله في الريسك انفراستراكشر ومانجمنت، اللي قاعده بتدير الموضوع، مثلا ناس شغاله في السكيورتي، ناس شغاله مش عارف في كذا في كذا في كذا، كل الناس اللي شغاله في ادوار مختلفه تبدا تخش معانا. ناس الاكزيكاتيف هيخشوا معانا، لان هم دول انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ شوفوا المخاطر فين. لو الناس هي شغاله بس على الانتربرايز اللي احنا بنسميها انتربرايز ريسك جروب، برضه تعالوا تسالوا، مش انتوا قاعدين بتذاكروا؟ طب ما قلتلناش الموضوع ده ليه؟ الانترنال اوديت، الناس الداخليين اللي بيراجعوا وشايفين في ثغرات، زي ما قلنا في القصه بتاعت 2020 بتاعت الواير كارد دي اللي حصل لسه السنه دي، فين الانترنال اوديت يا عم؟
في الانترنال اوديت لما تختفي 2 مليار يورو كاش، لو اقول لك سندات او ورق او حاجه وما شيء ممكن غلطه قلم زي ما بيقولوا يعني، لكن دول كاش يعني، اما ما دخلوش واما حد دخل عباهم في شنط ومشي، مالناش حل غير كده. بعد كده الناس بقى شغاله على ريسك مانجمنت على مستويات بقى ايه المختلفه، برضو دول من الناس من الستيك هولدر اللي ندخلهم معانا في الموضوع. طيب ايه تاني كمان؟ اه في الناس بقى اللي هي بنسميها عندها الريسك اونر شيب. يعني ايه ريسك اونر شيب؟ يعني لما نيجي احنا نعمل عمليات الريسبونس بنجيب كده الرجاله نقول لهم يا شباب تعالوا اقعدوا، الريسك رقم واحد انت اللي مسؤول عنه، والريسك رقم اثنين انت اللي مسؤول عنه، والريسك رقم ثلاثه انت اللي مسؤول عنه. كويس؟ ويبدا كل واحد منه عنده دور في التعامل مع المخاطر دي. واحد هيراقب ويتابع، واحد هيعرف المخاطر، واحد هيحط بلان للريسبونس وهكذا. الناس دول برضو من الناس اللي عندنا مهمين جدا كستيك هولدر، مهم يكونوا صاحيين ويساعدونا. طيب في حاجات تانية او ممكن في حاجات تانية بتساعدنا في الايه في الموضوع، لو في بزنس يونت، لو في ناس بتاعت الفاينانس، في شوية ناس تانية بتخش ايه في الموضوع وبرضه بتتسأل يعني انتوا كنتوا فين، ليه ما فهمتوش، ليه ما خدتوش بالكم ان كان في مؤشرات بتقول كده، كنتوا فين ساعتها، وما شابه يعني. كويس. وطبعا بقى في امور تتعلق بالايه بالتكنولوجي برضو، الناس اللي بتشتغل في التقنيه وكده لما بيحصل بالذات اختراقات وخلافه، او ان في ناس تخترع حاجه وهم كانوا مش عندهم علم بيها او مش عارفينها، او حصل تطوير في حاجه وابجريد وهم ما خدوش بالهم منه، كل الناس دي بتتجاب لما بيحصل الايه ريسك، والناس بيقولوا طب ازاي حصل وانتوا كنتوا فين ساعتها. طيب نتيجه كده دوليت زي ما قلنا بنت الايه بنت الموضوع وقالت والله احنا بنحاول نقول ان الناس في مستوياتها كانتربرايز، في مستوى مبدئي خالص الناس ما بتعملش حاجه ولا عارفه حاجه، ولما بيجي الريسك بتتعامل معاه بظروفها، اللي بيعرف يقول يقول ولا ما بيعرفش يسكت. في مستوى اعلى شويه لا هم عارفين يعني ايه ريسك وبادئين بيشتغلوا عليه بس ما عندهمش خبرات كافيه ان هم يتعاملوا معاه، لا في مستوى اعلى شويه ناس عندها خبره وعندها قدره انها تتعامل مع الريسك وتعرف تفاصيل الموضوع وعندها تصور جيد عنده. في ناس كمان بقى اعلى شويه اللي هي عندها قدره ان هي تدير الريسك على مستوى الانتربرايز، تعمل انتجريتد يعني، فتقدر تشوف الريسك وتقدر انها تتعامل معاه بالشكل الايه بالشكل المطلوب. كويس. دي عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من المستويات اللي الناس بتوصل لها او بتشتغل معاها في عمليه الايه عمليه الريسك بشكل او باخر. طيب انا محتاج بس زي ما قلنا اني اقول لكم برضو نقطه مهمه، فوق الانتجريتد ده في حاجه كمان بيسموها استراتيجيك. يعني ايه استراتيجيك؟ يعني ناس خلاص بقى عندها قدره انها تتعامل مع الريسك حتى على المستوى الاستراتيجي. يعني ايه مستوى استراتيجي؟ يعني ما احنا قلنا انتجريتد اهو، ما هو على مستوى الانتربرايز، يعني فوق كمان فين؟ دي ناس حتى لما بتحط الاستراتيجيه نفسها بتبدا تدرس ايه المخاطر اللي موجوده في الاستراتيجيه، في قلب الاستراتيجيه. زي ما اقول لك انا عامل فيجن، تقول لي طب انت عرفت ايه هي المخاطر اللي موجوده في الفيجن؟ تقول لي يا عم دي الفيجن. ايوه ماشي، انت عرفت الفيجن بس اللي هي سطر واحد او سطرين دي، هل انت عرفت حجم المخاطر اللي موجوده فيها؟ لا والله انا ما فكرتش في الموضوع. يبقى انت لسه مش فول ماتيور، انت لسه الموضوع محتاج ايه؟ محتاج شويه وقت معاك عشان توصل تبقى فول ماتيور كده. تمام يا شباب، اتمنى بس تكون الايه الفكره وصلتكم. يبقى لغايه انتجريتد هم بيعتبروا لسه في خطوه كمان، مش بس ان انت اشتغلت في مرحله الانتربرايز يبقى انت كده رائع، لا لسه في كمان سنه كمان ان زي ما بيقول فيها ايه تراجع حتى البيز اللي بنيت عليها الاستراتيجيه، تبنيتها ازاي وبنيتها على ايه. جميل. دي تقريبا كانت اللي هي النقاط الاساسيه اللي احنا كنا عايزين نتكلم عليها النهارده. هيبقى متصور كده يا ريت يعني اكون انا ما زودتش عليكم، يكون الوقت كده مناسب. ولو في بقى ان شاء الله اسئله او استفسارات فممكن نبدا بقى نشوف الشباب بيديروا اللقاء لو عايزين يحبوا يعملوا مداخله، وان شاء الله هنحاول خلال الفتره المتبقيه دي ان انا اجاوب على الاسئله لو في اي اسئله او استفسارات منكم.
واتمنى ان شاء الله يكون الموضوع اسعدكم، وسامحوني بقى لو اطلت عليكم، لكن ايه الواحد لما يلاقي حد بيحبه زي ما بيسموها بايه بيحكي وما بيعرفش يقف. بس شكرا لكم. جزاكم الله كل خير يا دكتور، انا محاضرة ممتعة رغم ان هو يعني علم بالنسبة لي انا شخصيا يعني جديد، بس الحمد لله حضرتك بسطته بشكل قوي، الواحد قدر يعني ايه يفهم الفكرة، ويعني ان شاء الله نحاول نستخدمه بإذن الله. الله في يبارك سؤال، فيك. تمام. الله يكرمك يا دكتور، في سؤال لحضرتك، السي ار او وازاي يجمع كل المواصفات المطلوبة منه، اقتصادي قانوني محاسبي فني، ازاي اعرف اعمل الاناليسز المطلوبة، وهل في برامج تدريبية لعمل الاناليسز ديت؟ دي تمام. المهندسة إناس السيد. طيب رائع خالص. احنا نقول الاول على سي ار او، ده في الغالب ان هو شخص ما بيكونش زي ما قلنا خارج من مكان ريبيتيتيف، يعني مكان يكون هو شغال شغلانه واحده لمده 30 سنه، لا. يبقى في الغالب شخص مر على اقسام مختلفه وخد خبرات مختلفه وعنده دراسات مختلفه عشان يقدر يوصل في النهايه للمكان ده ويؤدي فيه. فانت لو بتحب تمشي المشوار فالمشوار بسيط جدا. اول حاجه ان انت محتاجه يكون عندك معلومات كويسه في اداره الاعمال اللي هي بنسميها البيزنس مانجمنت، وعندك معلومات كويسه في اداره المشاريع اللي هو بنسميه البروجكت مانجمنت، وبعد كده عندك معلومات قيمه وعميقه في موضوع الريسك، وبعد كده وانت بتتعاملي مع المخاطر هتبدا تظهر لك مخاطر في جوانب تتعلق بالجوانب مثلا تتعلق بالكالتشر مثلا او بالسوسايتي او تتعلق بالايكونومي، ساعتها هتضطري غصب عنك تعملي دايف وتنزلي وتدوري على الخطر ده وتداعياته والامباكت بتاعه، فمع الوقت هتبداي تحصلي المعلومات. بس البيز الفاونديشن يكون عندك علم في البيزنس مانجمنت، عندك علم في البروجكت مانجمنت، عندك علم يعني تفصيلي شويه في الريسك مانجمنت. ده كده بالنسبه للجزء الاول من السؤال. الجزء الثاني ازاي ان انا اقدر اعمل اناليسز، صح كده السؤال؟ اه تمام. تمام. ازاي اقدر اعمل اناليسز؟ الموضوع بسيط خالص. الاناليسز ده فيه ادوات بسيطه، زي مثلا عندنا حاجه بيسموها اسوات. اسوات ده بنقدر نعمل ايه؟ نقول فيه حاجه بيسموها فين السترينث، فين الويكنس، فين الاوبورتيونيتي، فين الثريت، ونبدا نقسم ونعمل برين ستورمنج ونقعد الناس ونعمل سيشن ونبدا نوصل للمطلوب. في امور لا بتحتاج ايه زي ما يسموها شويه برامج متقدمه شويه. كويس. والبرامج دي زي قلنا مثال مثلا ليها برنامج زي مونت كارلو مثلا، برنامج بيدور لنا على البروبابيلتي، برنامج احصائي يعني. بيبدا بيه نقول ايه تقريبا توقعاتنا ان احتمال ان الحدث ده يحصل، زي ما جبنا الكيرف وقلنا ان احتمال ان يحصل خساره قد كذا يبقى بنسبه كذا، احتمال الخساره كذا بنسبه قد كذا. فانت محتاجه بشكل بسيط خالص، لو انا دخلت دلوقتي معاكي على النت وكتبت كده ريسك اناليسيز سوفت وير هتلاقي فيه مجموعه ضخمه جدا. دايما لما بنيجي نشتغل مع الموضوعات اللي من النوع ده بنحاول نشتغل بحاجه سهله شويه، يعني مثلا على سبيل المثال اوراكل عندهم موديول خاص بالريسك، فممكن ان انا اشوف اوراكل دول بيعملوا ايه عن طريق طبعا الشركه اللي هم اشتروها اللي هي برمافيرا، بيعملوا ايه في موضوع الريسك وابدا امشي شويه شويه. فمحتاج حاجه بيسموها فريندلي يعني، وفي حاجات يعني بسيطه خالص ممكن لو دخلنا عليها يبقى بتعاملني بشكل بسيط ازاي اعمل الاناليسز. في برضو عندنا حاجه اسمها اي بي ام، برضو ده برنامج مش اي بي ام الشركه يعني، هو برنامج بيحكي عن الايه، بيحكي على ازاي نقدر نعمل اناليسز بشكل عام يعني كبزنس. كويس. ومنها برضو اللي هو الادوات اللي بنستخدمها مع المخاطر. الموضوع زي ما قلنا موجود، لو انت قلتي مثلا ايه افضل 10 برامج بيتم استخدامها في الريسك فهتلاقي كل يوم زي ما قلنا بيطلع سوفت وير جديد والناس بتبدا تتعامل معاه. اوكي. تمام يا دكتور، يا ريت لو واحد عنده سؤال يعمل بس رايس هاند زي ما متعودين. في المهندس ياسر بيقول جزاكم الله خير دكتور على تبسيط المعلومة. الله يبارك لك يا رب. الله يكرمك. هل في أي أسئلة أو أي مداخلة؟ في باشمهندس أحمد. تفضل باشمهندس أحمد. السلام عليكم، يعطيك العافية مهندس عمر. السلام عليكم بروفيسور أكرم، الله يعطيك العافية يا رب. الله يبارك فيك ويحفظك يا رب. شكرا جزيلا على المحاضرة الرائعة والسهرة الممتعة مع حضرتك. الله ما شاء يبارك الله. لك ويحفظك يا رب. يعني بسطت وأحسنت، بارك الله فيك. الله يبارك طيب فيك. طيب دكتور إذا سمحت كان عندي شوية تساؤل، هو نحن هلا كقطاع هندسي عم نحكي ونحن شايفين إنه في عنا جاب
كوننا مهندسين يعني اللي احنا اعتمادنا اكثر شيء عم بيكون اما ناس حقوقيين عم بيكون محاميين او ناس جايين من القطاع المالي اللي هن عم يمسكوا هالنقطه المهمه اصلا لنا. ويعني انا كثير مبسوط انه حضرتك ما شاء الله من القطاع الهندسي والتقني كثير قوي في هالمجال، وهي الفكره اللي هي اصلا ناقصنا. طيب شلون هلا حضرتك بالجامعه وفي عندك تدريس، هل هي جزء من المحاضرات اللي عم تنعطى لمهندسين بالجامعه حاليا عندنا بالمنطقه العربيه؟ وكان عندي تساؤل، او اذا بتقدر تعطينا شويه عن هي، هلا انا عم بشتغل على هالنقطه هي اللي هي الكومبلاينس ريسك، شلون واحد خرج يعمل له ربط مع الانتربرايز، يعني شلون يكون مثلا الكومبلاينس اوفيسر هو نفسه من الريسك اوفيسر والشيف ريسك اوفيسر اذا سمحت. شكرا جزيلا مره. الله يبارك لك ويحفظك يا رب. طبعا حتى الان موضوع اداره المخاطر بشكل عام ما زالت كتدريس يعني في الجامعات بتشتغل على مستوى التراديشنال، يعني لسه الناس ما تبنتش فكره ان هو يحكي على الانتربرايز. بس طبعا على مستوى الافراد انديفيديوال يعني في كل واحد بيبقى عمل دراسه في موضوع او عمل بحث او عمل رساله فيبدا ان هو يحكي عن الموضوع من منطلق اللي هو درس بيه. لكن حتى الان زي ما قلنا ان لسه ما تمش اعتماد الموضوع على مستوى التعليم يعني. في الجانب الاخر على موضوع الكومبلاينس، فالكومبلاينس بشكل عام هو ناس عايزه تتاكد ان احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح كويس، ان احنا ما فيش عندنا مشاكل. ده بشكل عام، بس دايما الكومبلاينس دايما بيبقى عينيه على ان هو يحاول يعمل مقارنه ما بين الستاندر اللي موجود عنده او الجايد اللي موجود عنده وبين الممارسات اللي بتتم على الارض، ولو وجد في اختلاف بيحاول ان هو يبدا يدخل ويعمل نون كونفورمانس ريبورت ويقول يا شباب لا انتوا بعيد شويه عن الموضوع دوت كويس. فلذلك هو احنا هنقول الناس اللي بتشتغل في الكومبلاينس اكتر شويه اقرب للايشيو مانجمنت من انها تكون اقرب للريسك مانجمنت كويس. ليه؟ لان في مشكله تكاد تكون حصلت ويبدا هو يبدا يدرسها ويشوف هل هي مطابقه او غير مطابقه. فلذلك احنا لو عايزين نقول الكومبلاينس، فالكومبلاينس ده احنا ممكن نخليه برو اكتف. يعني ايه برو اكتف؟ يعني ندي للناس سماحيه انها تحكي عن احتماليه عدم مطابقه، مش بس عن دراسه هل في مطابقه حصلت ولا لا. كده وصلت؟ فلو عملنا كده يبقى احنا ربطناه بالريسك مانجمنت على مستوى الانتربرايز، ويبقى احنا عملنا شخص برو اكتف بقى قبل ما المشكله بتحصل او زي ما يسموها بوادرها تحصل، هو لا حاطط لنا نظام وحاطط لنا طريقه ازاي نتعامل معاها. واضحه كده الفكره؟ تمام يا سيدي، شكرا. عفوا. الله يكرمك. كان في حد كذا حد بيسال ازاي تابع حضرتك، لو عن هذا القناه مثلا على اليوتيوب او صفحه على لينكد ان يقدروا يوصلوا لها. هو على لينكد ان هو بس مجرد لو كتب اكرم حسن كويس كده هو شاف صورتي دلوقتي هيروح جاي له على طول الصوره فيضغط فهيلاقيني على طول ان شاء الله. احنا في عندنا حتى مثلا عندي على لينكد ان على حسابي اكتر من 250 ارتكل زي كويس في موضوعات مختلفه، فيعني ان شاء الله بتبقى اسطر يعني مش الموضوع مش هيبقى كبير بحيث يبقى تيكاوي يعني ان شاء الله ممكن تفيد باذن الله. بالنسبه لليوتيوب ده بقى لسه الواحد والله بيجهز ما لسه ما وصلش للمرحله دي اظن. يعني انا دخلت على اليوتيوبر بصراحه لقيت ناس واخده ملايين من المشاهدات وببص على الحاجه اللي هم بيعملوها فيعني بلاقيها صعب ان انا انافسهم يعني لا صعب جدا انافسهم بس فهو ده اللي بيخلي الواحد يحدم شويه. الله يكرمك يا دكتور. ساعات واحد حاطط منتج اي كلام على اليوتيوب، كان حد حاطط صوت غساله من غسالات بتاع زمان ومعديه ملايين المشاهدات سبحان الله. الله يكرمك يا دكتور، جزاك الله خير. الله يبارك لك ويحفظك. اللهم امين. يعني احنا سعيدين بوجود حضرتك يا دكتور، ويعني ما شاء الله علم حضرتك الغزير وطريقه توصيل المعلومه حاجه ممتازه جدا. الله يكرمك يا دكتور، جزاك الله خير. الله يبارك لك ويحفظك يا رب. اللهم امين. انا منتظر ان شاء الله في اي مداخله معاكم ان شاء الله.
ان شاء الله دكتور. هل في اي حد عندنا بنخلع؟ هو طبعا العلم ده اعتقد المفروض الدول تهتم بيه، يعني يكون في اداره للتقدمات اللي موجوده يعني ان شاء الله ايوه صح. باذن الله. هم عاملين يعني عملوا مركز لاداره المخاطر في المملكه، بيسموه المركز الوطني لاداره المخاطر، وبعد كده غيروا اسمه واضافوا عليه المخاطر والكوارث. بس يعني الى اين ينتهي الموضوع؟ لسه الموضوع برضو مش واضحه مع المنطقة. تمام ان شاء الله اعتمدوا على منهج علمي يعني الموضوع يحل المشاكل يا رب.